السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ كل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة يوم جديد من رمضان دينتال كونفرنس، وسعيد جدا إن أنا معاكم النهاردة، وإن شاء الله المؤتمر كله يكمل على خير لآخر الشهر. طبعا زي كل مرة هنعمل المسابقة اللي بنعملها في أول كل لايف، عشان في حد بيكسب معانا الجايزة المعتادة اليومية، فيلا بينا نلف في العجلة. بسم الله. بص دكاترة، برضو عشان بكرر الكلام دايما، المسابقة دي من شروط ان حضرتك تكسب الجايزة دي هما 3 حاجات بسيط خالص. الغرض اصلا من ال3 حاجات دول ان اللايف ينتشر، يعني ان الناس تشوف اكتر، وان اللايف دكاترة كتير تستفيد بيه. فمن الشروط انك تعمل شير لللايف، فممكن تعمله دلوقتي لو سمحت. تاني حاجة انك تعمل منشن لزمايلك عشان يبقوا موجودين معاك، 2 من زمايلك عامل لهم منشن يحضروا اللايف معاك عشان يستفيدوا. تالت حاجة، في سؤال بينزل في اخر اللايف هتجاوب عليه، وما تنساش تسجل لينك الحضور، هينزل برضو في اخر اللايف عشان تاخد الشهاده في اخر المؤتمر. طبعا في جاوب معانا المره دي حوالي 30 دكتور جاوبوا صح، اجابه صح، لان دكتوره اسماء كانت عامله السؤال سهل جدا، فنلف العجله وان شاء الله حد منهم يبقى فايز. بسم الله. دكتور آية حاتم، ألف مبروك يا دكتورة آية. تواصل معايا ان شاء الله عشان ابعت لك رقم دكتوره رضوى من شركه دينتال كابيتال، السبونسر بتاع المؤتمر، واللي هيقدم الهديه ان شاء الله اليوميه لحضرتك. احنا النهارده طبعا معانا دكتور محمد عبد الخالق. دكتور محمد من الناس الشاطره جدا والموهوبه جدا، واللي شرحها جميل ولذيذ قوي في الاندو، والنهارده هيمتعنا بمحاضره عن الحاجه البعبع بتاع معظم الناس يعني، وهو السيبريتد انسترومنت. ومش شرط انك عشان تسمع المحاضره النهارده ان لازم يكون معاك مايكروسكوب، الموضوع ان شاء الله يبقى اخف واسهل من كده. فدكتور محمد، الو دكتور محمد، بس كان قام يعمل الشاي على ما نبدا اللايف كده. اهم حاجه دكاتره بس قولوا لي الصوت تمام وسامعيني كويس ولا لا. سامعيني كويس دكاترة؟ الصوت تمام وسامعيني ان شاء الله كله هيكسب. في دكاترة نفسها تكسب ان شاء الله، على ما رمضان يخلص كل الناس هتكسب معانا ان شاء الله. هو المكسب الاكبر هو المحاضرات نفسها والله، يعني الهدية حاجة رمزية خالص، بس هو المكسب الاكبر زي المحاضرات اللي موجودة والدكاترة اللي موجودة معانا. اهم حاجة قولي لي بس الصوت سامعيني كويس ولا في مشكلة. الصوت تمام يا دكاترة؟ يا ريت الناس تبدأ تعمل شير لللايف وتعمل منشن لزمايلها قبل ما نبدأ. تمام، سامعين؟ ماشي ماشي. يعني مش هينفع يعني اعمل شير لللايف، مش عايز اقول لك الشيطان منعك، احنا في رمضان مفيش شياطين ولا في حاجة. طيب ماشي، ابدأوا منشنوا زمايلكم كده، ودقيقة بالظبط ان شاء الله ونبدأ اللايف على ما دكتور محمد بيجهز لكم الحاجة السخنة، عشان بقى ايه المحاضرة اللذيذة بتاع النهاردة. لا مفيش شاطئ مفيش شاطئ. ماشي، بدأت الدكاترة تعمل شير ومنشن اهو، جزاهم الله خيرا. الغرض من الموضوع زي ما قلت لك وانت بتعمل الشير والمنشن كده، انوي ان انت بتفيد غيرك، وخد بالكم من يعني من احنا مسلمين يعني، وشهر رمضان من الحاجات الحلوه قوي في الدين بتاعنا ان انت بتتحاسب على نواياك. يعني ايه بتتحاسب على نواياك؟ يعني انت لو شيرت اللايف ده باكتر من نيه، كل نيه فيهم هتاخد عليها ثواب، سواء مساعده غيرك او نشر علم. طيب دكتور محمد، ازيك يا دكتور؟ ايه الو، الاخبار؟ انت انا سامعني؟ منورنا. سامعك صوت دكتور محمد تمام كده دكاترة؟ انا بس لو كل الصوت سنة. مش تمام او لو مش شايفيني قولوا لي على طول. أنا سامعك كويس. كل سنة طيب ورمضان كريم عليك، وأنت منورنا ومشرفنا النهاردة في رمضان انا دينتال موجودك يا كونفرنس دكتور والله، بجد، ومن ذوقك. الله يخليك يا حبيبي. والدكاترة كلها منتظرة المحاضرة الجميلة بتاع النهاردة، لأن الله يعينك أنا موعدهم إن المحاضرة هتبقى في ليفل تاني خالص، يعني غير اللي ان هم شاء حتى الله. متعودين عليه. الله يخليك يا حبيبي. طيب اعمل لي هو شير كده للسكرين. احنا باذن الله يعني طالعين النهارده كده زي ما بنقول كده، ايه
بالبلدي كده يعني ندردش مع بعض شويه كده في موضوع السيبريت انسترومنتس، ويعني بحاول حاولت والله بقدر الامكان كمان ان انا احط المحاضره دي في من حالات معظمها قبل ما يبقى انا معايا ميكروسكوب اصلا. تمام، يعني في حالات معموله بالميكروسكوب وفي حالات كتير مش معموله بالميكروسكوب، يعني تقريبا جزء البايباس كله مش معمول بالميكروسكوب. حتى حالات الريتريفل الهدف منها برضو ان انا يعني تعرف امتى انا لازم اروح للريتريفل، وامتى لو انا معايا ميكروسكوب لا ممكن اعملها، وامتى لو مش معايا ميكروسكوب لا خلاص يبقى الحاله دي مهما كنت شاطر او مهما كنت عارف انا بعمل ايه لا مش هعرف اعملها، لازم محتاج equipment زي الميكروسكوب او tool زي الميكروسكوب. اول ما نبقى جاهزين احنا ممكن نبتدي ونتوكل على الله على طول. اعمل لي جاهزين؟ بس شير كده يا دكتور محمد، نعم. اعمل لي شير سكرين اعمل لك بريزنت. شير سكرين ثانية واحدة. تمام. قول لي جاهز. تمام بقى، اتفضل بقى. تمام انا معاك في الخلفيه اهو، اول ما تحتاج اي حاجه هتلاقيني موجود على طول. تمام ثانية واحدة. طيب بسم الله. طيب بص يا دكاتره، اول حاجه بس لما نيجي نتكلم على موضوع السيبريتد انسترومنت لازم نجاوب على سؤالين قبل اي حاجه. السؤالين دول واي اند هاو. يعني ايه واي اند هاو؟ يعني الفايل ليه بيتكسر والفايل ازاي بيتكسر. تمام. وبصوا يا دكاتره، الدكاتره اللي معانا في اللايف يعني لو انا هبقى متابعكم هنا ودكتور محمود كمان هيبقى متابعكم هنا، خلينا نقول بس ان المحاضره باذن الله رب العالمين هتمشي بس بشكل تسلسلي، فلو في اي حته حسيتوا ان انتم مش فاهمينها او حسيت ان انا ما وفقتش قوي في ان انا يعني اشرحها او كده وقفونا نشرحها ونرجع نكمل عشان تبقى المحاضره ماشيه معاك بشكل سلس وان شاء الله تطلع منها باكبر قدر من الاستفاده. تمام. تمام يا شباب. دكتور محمود برضو خليك معايا. يا دكتور انا معاك في الخلفيه والدكاتره بتقول تمام. تمام. طيب why and how، الفايل بيتكسر ازاي والفايل بيتكسر ليه. تمام. الفايل بيتكسر ازاي؟ الفايل بيتكسر عاده بطريقتين، يا اما تورشنال يا اما سايكليك. حلو. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ انا حاطط لكم هنا فيديوهين بس صغيرين كده عشان انت تبقى قادر تفهم الفايل لما بيجي يتكسر بيتكسر ازاي، وايه الفرق ما بين السايكليك والتورشن، وليه ده مثلا اصعب. يعني ليه مثلا تلاقي دكاتره او لا تلاقي مثلا في محاضره يقول لك ايه اصل المشكله ان الفايل ده اتكسر تورشن او الفايل ده اتكسر سايكليك. طب ايه المشكله؟ طيب السايكليك بمعنى اصح كده ان الفايل ده لف كتير قوي وفي ستريس في بوينت معينه. تمام. فبالتالي ايه عدد اللفات اللي قاعد يلفها اكتر من اللي هو يقدر يستحملها فاتكسر زي ما احنا شايفين في الفيديو ده. بصوا كده، خدنا بالنا؟ طيب في التورشنال بقى لا، في التورشنال مش بيتكسر بالطريقه دي. في التورشنال هو بيتكسر بطريقه ثانيه خالص، بيتكسر بان هو الفايل عاده بيبقى معشق ايبيكلي. تمام. او ممسوك في حته ما تحت وفوق فري فبيلف، فهو الفايل دلوقتي بقى بيقدامه حاجه من الاثنين تحصل فيه، يا اما يحصل فيه انوايندنج، الفايل يحصل له انوايندنج ده لو انت كنت محظوظ ويطلع معاك، او ان او يحصل او تي ار وان هو يلف العكس ده لو انت احنا كنا محظوظين، او نوع الفايلات مثلا كانت اول مره مش جديده، او نوع فايلات مثلا معين او الكلام ده كله. طيب او ايه اللي هيحصل؟
ان هو يتكسر. طب بيتكسر ازاي؟ بيتكسر بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي. بص، هو ممسوك ايبيكلي، يعني هو محشور تحت وهو مش قادر يستحمل التورك اللي هو بيعمل عليه، لان هو التورك، اي فايل في الدنيا ليه تورك ريزيستنس، لو التورك ده عدى في بوينت معينه اوب اتكسر. تمام. طيب ليه الانسترومنت ممكن تتكسر مني؟ طيب احنا كده عرفنا بس الاول الفايل بيتكسر ازاي، يا تورشنال يا سايكليك. طيب بيتكسر ليه بقى؟ بصوا يا جماعه، الفايل بيتكسر عشان الاربع اسباب دول، يعني مينلي مفيش حاجه بتطلع منه، الا وهي الاكسس كافيتي، الاناتومي، الانسترومنت، التكنيك. مفيش حاجه تانية ممكن تخلي الفايل يتكسر. طيب يعني ايه الاكسس كافيتي؟ يعني بصوا مثلا في اللي هي الحاله اللي هي محطوطه جنبكم على طول دي، تمام، هنا الدكتور الاكسس تعتبر كويسه، بس بص هنا ناحيه الميزيل هتلاقي في دنتين بريدج هو لسه مش شايله. الاناتومي هنا هو حاول يخلي الدنيا الاكسس رفيعه شويه، بس النتيجه ان هو حصل ايه، الاستريسز اللي بتبقى على الفايل نتيجه ان هو مش عامل فلارنج للاكسس دي كلها، وان الفايل مش داخل بستريت لاين اكسس، مخليه ان الفايل عليه ستريس عالي جدا، فبالتالي الفايل بيحصل فيه ايه، بيتكسر. الحاجه الثانيه ان هو الاناتومي ان هي تبقى اناتومي ريليتد. يعني ايه اناتومي ريليتد؟ اناتومي ريليتد بمعنى ان يبقى في كيرفيتشرز، او تبقى مثلا نارو كانال وانت مش مظبط السيتنجز بتاعت الروتري بتاعتك او التورك بتاعك، او اللي انت مثلا مش شغال باو تي ار، او مش شغال بريسبروكيشن في حالات تستلزم انك تشتغل بيها في ريسبروكيشن او الحاجات دي كلها، فبالتالي الفايل بيتكسر. حالات مثلا كتير جدا 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 الحالات المفروض تتعمل بالريسبروكيشن، ما تشتغلش كونتينيوس خالص، ما بنعملش كده، وتخش مثلا بالكونتينيوس روتيشن وتقول ايه يلا انا هخش بس كده وهخطف الحته دي، مش هتتخطف، الفايل هيتكسر. لان كل ما كانت في حته الاناتومي ريليتد لازم تبقى عارف ان كل ما كان الانجل بتاع الكيرفيتشر عالي، كل ما كانت فرصه انك انت تكسر فايل عالي. وفكره الانسترومنت ريليتد، انت لما تيجي تشتري فايلات ما ينفعش تشتري فايلات عشان فلان بيشتغل بيها، او فايلات تشتريها الفايلات الفلانيه عشان فلان كتب عنها ريفيو انها حلوه، احنا مش بنشتري فايلات عشان كده. ولو انت فهمت ده هتبطل تسال السؤال اللي هو للاسف يعني اكيد بيجي لحضرتك يا دكتور محمود برضو، وبيجي الناس كتير، ايه احسن فايلات روتري؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. في فايلات، مش معنى كده مفيش فايلات حلوه او ان مفيش فايلات وحشه، لا، هو في فايلات حلوه جدا وفي فايلات فعلا رديئه ما تنفعش تستخدمها، بس انت لازم تبقى عارف انا اصلا بختار الفايل بتاعي على اساس ايه. يعني الفايل اللي انا هروح اجيبه واشتريه، انا بجيب الفايل ده ليه؟ يعني بجيب الفايل ده مثلا، واحد يقول لك ايه، انا بجيب الفايلات البلو، تمام. طيب انت بتجيب الفايلات البلو ليه؟ طيب تفرق معاك عن الجولد بليتد؟ واحد تاني يقول لك لا، اهم حاجه في الفايل ان هو فلكسبل، تمام، الفلكسبيليتي مهمه، بس زي ما الفلكسبيليتي مهمه، الفلكسبيليتي عشان الفايل يطلع معاك فلكسبل، ده في المانيفاكتشر يعني في الميثودولوجي، الفايل عشان يطلع معاك فلكسبل ده هياثر بنسبه برضو على الكاتنج افشنسي. طيب ما هو انا هعمله بقاس شيب ديزاين مثلا وبعد كده، فبالتالي الكاتنج افشنسي بتاعتي هتبقى لسه كويسه، حلو، مش مختلفين، ولكن ده هيأثر على الاستيستي بتاعته. فانت كل فايل، الفايلات الاستوناتيك يقول لك لا ما تستخدمش فايلات استوناتيك، لا، مين قال ما تستخدمش فايلات استوناتيك؟ في حالات تلتزم او تستلزم انك انت تشتغل بفايلات استوناتيك. فانت لازم تبقى فاهم الفايل اللي معاك ايه علشان تقدر توظفه في الحالات عندك. يعني انا اتحدى اي حد، اي دكتور مهما كان مين، يكون يقول لك مثلا انا بشتغل حالات كلها، او انا ما عنديش غير سيستم فايلات واحد بس في العياده، مستحيل. ممكن يبقى عندك سيستم فايلات ده المين بتاعك، ده اللي انت مثلا بتشتغل بيه 80 او 90% من الحالات، انما ان انت فايل واحد، سيستم فايلات واحد بس هو اللي بتشتغل بيه حالاتك كلها، مستحيل مستحيل. يعني مثلا فايلات من الفايلات المهمه جدا اللي لازم تبقى عندك الفايلات اللي هي بتاعه الريسبروكيشن، اي فايل ينفع يتعمل بيه ريسبروكيشن
الريسيبروكيشن موفمنت او موشن اكتر ما هي فايلات، هو مش نوع فايلات، ولكن الفكره كلها ان الفايلات اللي بتشتغل على اساس الريسيبروك، انها بتشتغل على الريسيبروك روتري. الفايلات دي ميزتها او اللي انت لما بتيجي تشتريها حلو، هي بتتعمل بديزاين معين ان هي تلف لفه اللي هي 150 30 150 30 150 30. على هذا الاساس بقى موضوع ال 150 30 ده، ان الفايلات لما تيجي تعملها او لما تيجي تشتري الفايلات دي، الديزاين بتاعها بيختلف على اساس ان انت لما تيجي تركبها على الريسيبروك ما تحتاجش حتى تعمل الجلايد باس، او لما يبقى فيه ستريس بوينتس عاليه انها تقدر تعدي الستريس بوينتس دي من غير ما تعرضك لفكره السيبريشن. هل معنى كده ان الريسيبروكيشن هو الحل في كل حاجه؟ طيب، هو الريسيبروكيشن زي ما هو جميل جدا في موضوع ان هو بيقلل فعلا الستريسز على الفايل، بيقلل نسبه السيبريشن جدا، مش بنحتاج نعمل جلايد باس، وده بيبر بروفن. يعني انت مش محتاج تعمل جلايد باس لو انت معاك فايل مثلا زي الار 25 مثلا او الويف فان جولد، فايلات ريسيبروكيشن انت مش محتاج تعمل جلايد باس، انت ممكن تخش من اول الكنال لاخرها من الكرونال للايبيكال بالريسيبروكيت. طيب، هل معنى ده ان هو الفايلات دي خلاص دي احسن فايلات في العالم؟ تمام، لا. ليه بقى؟ هقول لك. لان الفايلات دي زي ما دي تعتبر ميزه حلوه قوي فيهم، لكنها عندها مشكله ان الفايلات دي ما بتاكلش او ما بتشيلش الدنتين وول زي ما هي. ليه بقى؟ وما بتوسعش الدنتين وولز. طب ايه المشكله في كده؟ بص، انت عندك رول في الروت كانال. لما تيجي تعمل روت كانال، الروت كانال عشان تيجي تعمل روت كانال كويس، في رول لازم تبقى عارفها. انت لازم تحاول تلمس جميع الوولز بتاعت الدنتين. اي نعم، ده اشبه بمستحيل، ولكن ده لازم انت تعمله. طيب، لما انا طالما انا لازم اعمله، الريسيبروكيشن مش هيعمله لي؟ لا، مش هيعمله لك قوي، او بمعنى اصح مش هيعمله. ليه؟ هو زي ما قلنا، هو بيمشي 150 30 150 30. فالفايل ده عشان يعمل 3D، يعني يلمس الكنال 3D، يبقى لازم على the same point او the same level ياخد 3 cycles. ليه بقى؟ يعني احنا زي ما قلنا 150 30، يعني كده هو ماشي 120. لازم بقى بعد كده يطلع تاني 150، هيرجع 30، ادي 120 كمان، كده 240، بعد كده 120 التالتة، ادي 360. فعشان ياخد اللفة الكاملة بتاعته لازم يعدي على الفايل في نفس البوينت 3 سايكل. فدي هل تعتبر ميزة ولا عيب؟ لا، مش ميزة، لان هي دي تعتبر ما بياكلش كتير من الدنتين. هتقولي طب ما انا كده بقيت كونسرفت. لا، انت لازم تلمس كل الدنتين الوولز اللي في الروت عشان تعرف تنظف الروت كانال سيستم بتاعك. تمام؟ تمام. نخش برضو على الموضوع اللي بعدها. طيب، دلوقتي خلينا احنا دلوقتي عرفنا الفايلات ممكن تكون اتكسرت ليه، وايه اللي ممكن يكسر الفايلات، والفايلات بتتكسر ازاي. الموضوع بقى ده يعني الحاجه اللي جاي، الخطوه اللي جايه دلوقتي دي تقريبا دي اهم حاجه في المحاضره كلها، الا وهي السيبريتد انسترومنت. الفايل دلوقتي خلاص اتكسر مني، يعني انا خلاص الفايل ده اتكسر، اعمل ايه بقى؟ تمام، انت قدامك اربع حاجات. بص، فايل لما طالما اتكسر منك، الاختيارات كالاتي: اول حاجه ريتريف، تاني حاجه باي باس، تالت حاجه ايبيكال سيرجري، رابع حاجه تسيب الفايل. تمام، تمام. موضوع انك انت تسيب الفايل ده، الكرايتيريا بتاعته قليله شويه. يعني عشان تسيب الفايل لازم يبقى انت اولا مخلص شيبنج الفايل الكسر ده، مكسور عند تقريبا الايبيكال فور، اخر حته في الايبكس، الاناتومي منعك منع باتا، في مشاكل في انك تعمل سيرجري، وتنسي العيان هيرفض انك تعمل الكلام ده كله، وانك انت تبقى منظف كويس وتبقى الحاله كمان وتحتها بري ايبيكال، فما اظنش ان هو فرصك انك انت تعمل تسيب الفايل ده هتعدي. طيب، دي اول حاجه. سيرجري، سيرجري احنا بنلجا ليها لو الاثنين الاولانيين دول فشلوا. طيب، اللي احنا تقريبا جايين النهارده عشان نعرفه، الباي باس والريتريفر. امتى اعمل باي باس وامتى اعمل ريتريفر؟ تمام. بص، الحاجات اللي هنبدا نتكلم فيها دلوقتي دي هي اللي هتخليك قبل ما مجرد ما تاخد الاكس راي تعرف اذا كنت انت داخل تعمل ريتريفل ولا داخل تعمل باي باس. اوكي، يلا بينا. الفايل اللي اتكسر ده كي فايل، مانيوال،
طب التيبر بتاعه كبير صغير ايه؟ لو الفايل اللي اتكسر بتاعه مانيوال فايل وتيبر صغير، فرصه انك انت تعمل له باي باس اسهل من انك انت تعمل له ريتريفل. طيب لو روتري بتيبر اكبر، لا يبقى طول ما هو روتري مثلا تيبر 4 تيبر 6، لا ده فرصه انك انت بقى تعمل له ريتريفل اسهل من انك انت تعمل له باي باس. ايه كمان؟ الفايل ده لو اتش، الفايل لو اتش عامه خلينا متفقين ان هو هنا بقت صعبه جدا سواء في الريتريفل او سواء في الباي باس، ولكنها نايت مير في الباي باس. انت هنا محتاج تطلعه اسهل شويه، وغالبا انت مش بس محتاج تطلعه، ده انت كمان بتبقى هنا من ضمن الحالات اللي بتحتاج جراسبنج، يعني بتحتاج تشد الفايل. طيب طول الفايل والتيبر بتاعه، يعني التيبر بتاع الفايل، لو التيبر مثلا تيبر 2 انت تقدر تعمل باي باس. طب لو تيبر 4، لا خلينا نقول ان الباي باس هنا بقى اصعب شويه. لو تيبر 6 بقى اصعب كتير. وخلي بالك ليه برضو مشكله في التيبر، يعني برضو ايه المشكله كمان اللي ممكن تكون في التيبر؟ المشكله في التيبر ان التيبر لو انت مثلا، انت عايزك تتخيل معايا ان انت مكسور، وهنشوف الحالات دي مع بعض دلوقتي، ان انت مكسور منك فايل مثلا 20 تيبر 6 في الميدل ثيرد مثلا، تمام، وفاضل مثلا على بقيه الكنال مثلا 7 8 مللي. حلو. طيب وانت دلوقتي داخل تعمل باي باس، انت عشان توصل تعمل باي باس والسنه مثلا نكروتك او تحتها بري ايبيكال، انت محتاج توصل على الاقل على الايبيكال بارت على الاقل 30 تيبر 4. انت متخيل انك انت عايز تعدي 30 تيبر 4 جنب الخمسه او ال 20 او ال 25 تيبر 6 اللي مكسور في النص؟ انت متخيل انت عملت ايه في الكنال؟ الكنال بقت واسعه قد ايه؟ مش معنى كده ان هو لو ما عندكش حل تاني منك ما تعملوش، لا اعملها، بس هنا انت الاحسن لك انك انت تعمل ايه؟ ريتريفل. فكل ما كان التيبر بتاع الفايل يعلى، كل ما انت الاحسن انك تعمل ريتريفل، كل ما التيبر يبقى اقل الاحسن انك انت تعمل باي باس. تمام. البوزيشن بتاع الفايل، الحته دي بقى مهمه جدا. بصوا يا جماعه، الفايل دلوقتي طول ما هو مكسور كورونال، ده معروف ان هو طول ما هو مكسور كورونال فهو اسهل انه يطلع، كل ما يبقى ايبيكال كل ما هو يبقى اسهل في انه يتعمل له ريتريفل. تمام. بس انا هقول لك على حاجه، الفايلز عشان تقدر تعمل لها ريتريفل باي باس، قصدي لو الفايل جرب كده تعمل له باي باس لفايل في الكورونال او بعد مثلا الاورفيس ب 3 4 مللي، هيبقى صعب جدا، لانك انت هيبقى صعب جدا تجيب كاتش، صعب جدا التكتايل سنسيشن عندك لان المسافه قريبه قوي، فانت هتبقى صعب جدا 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 انك انت تعمل باي باس. فهنا الاحسن انك انت لازم تعمل ريتريفل، ولكن البوزيشن هنا برضو بيحكمك في حاجات كتير. بمعنى اصح، لو انت دلوقتي في فايل بيوند الكيرف مثلا، مثلا الفايل دلوقتي مكسور بيوند ذا كيرف، طيب الفايل ده لو هو بيوند ذا كيرف، انا عشان انا اخليه من مثلا، انا مش هبقى شايفه حتى بالميكروسكوب مش هبقى شايفه، طب انا دلوقتي عشان اخليه من نون فيزيبل لفيزيبل هاكل دنتين كتير؟ لو الاجابه بتاعتك اه، يبقى انت حاول تروح للباي باس. لو الاجابه بتاعتك لا، يبقى ممكن تقدر تعمل ريتريفر. فبالتالي خلي بالك، انت احنا مش هدفنا ان احنا يبقى في فايل طلعناه او ان في فايل عدناه، احنا هدفنا ان الروت بصفه عامه لما نيجي نتعامل مع السيبريتد انسترومنت نحاول نحافظ على الروت بقدر الامكان. يعني يا فرحتنا طلعنا الفايل بس الروت مات، او ان الروت ما بقاش فيه دنتين، او شلنا دنتين كتير ما بقاش ليها لازمه. طيب هل هي سيجنيفيكانت ان انا اعمل ريتريفل او ان انا اعمل باي باس؟ باي بيبرز الاثنين قريبين من بعض جدا، تقريبا مفيش فرق، يعني لو عملت باي باس وعملت ريتريفل الاثنين هيوصلوا لنفس، هتوصل لنفس النتيجه لو انت عامل اريجيشن كويس، واصل للايبيكال بتاعك كويس ومنظف كويس وعامل ايبيكال جاوتش كويس. طيب زي ما قلنا موضوع ان هو لو بيوند الكيرف، موضوع طول الفايل. طيب الفايل كله خلي بالك كل ما يبقى قصير قصير وتيبر رفيع، الفايل ده برضو زي ما هو سهل في الباي باس، برضو هو عنده مشكله في الريتريفل، ان هو برضو هيبقى صعب. لو الفايل ده مثلا، يعني اقول لك على حاجه، يعني يا دكتور محمود واقول لكم برضو على حاجه يا دكاتره، انت عندك فايل مثلا زي الفايل زي اللي هو الهاي فليكس،
اي دي ام مثلا. فايل هاي فلكس الجلايد باس فايل بتاعهم ده مثلا، ده واحد من اسوأ الفايلات اللي ممكن تطلعها في حياتك. ليه؟ لان هو الفايل بتاعه لونه يا دكتورة تقريبا نفس لون الدنتين. الفايل ده صعب جدا 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 تشوفه في الميكروسكوب، حتى تحت الميكروسكوب مهما كان اللايت اللي عندك، بيبقى صعب جدا جدا جدا. ازيدك بقى كمان حاجه، الفايل ده الالوي اللي معمول منه يعني مختلف شويه، فهو في الجرايت باس جميل اه وكل حاجه، ولكنه بيتكسر بسرعه. طيب هنا حتى تلاقي الشكوى دي موجوده عنده كتير. عارف مشكله الفايل ده ايه؟ مشكله الفايل ده ان انت ما تقدرش حتى تشتغل على التراسونيك اكتر من قوه 2. 2 دي على ما تطلع الفايل انت هتتعب جدا، يعني انت على ما تعمل ترافنج وتشيل الدنتين اللي فوق وتحاول تيجي من جنبه وكده، انت لازم تعمله على سرعه 2. طب ليه على قوه 2؟ اكتر من كده كل ما هتلمسه هتلاقيه بيطير منه حته، بيطير منه، تلغي حالات اليوم كله. خلاص انسى ومش هيطلع. ده اقول لك على حاجه، يعني لو مكسور بعد كيرف وبقى بيطير منه حتت 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 كده، هتوصل لمرحله ان انت خلاص مش هتقدر تعمل اي حاجه، وحتى هنا الباي باس هيبقى صعب لانك انت بقى عندك كان في لدج فوق وفي فايل مكسور تحت. خلاص الحاله دي بقت صعبه جدا، باظت يعني. فانت برضو خلي بالك لازم تبقى عارف، وخلي بالك برضو البري تريتمنت ايفالويشن دي مهمه جدا، انك انت تفتح يعني تقرا كيس، تبص على الاكس راي، ولو الحاله دي مثلا، وهنا بتكلم ناس يعني اللي هي ما شاء الله مثلا بيتحول لها الحالات، لما تتحول لك الحاله لا اسال الدكتور الحاله دي كانت ايه، كان في ايه، كان عنده ايه، بيشتكي من ايه، حضرتك اللي كسره ولا جاي لك من كده، طب هو بقى له قد ايه معمول. الحاجات دي مهمه جدا، لازم تجمع داتا على قد ما تقدر عشان لما تدخل تبقى عارف هتعمل ايه. دي حقيقه، عشان حتى تبقى عارف انت هتطول ولا بالظبط. دي حقيقه. والفايل كل ما يبقى اقصر كل ما يبقى الباي باس اسهل، كل ما يبقى اسرع اطول، كل ما يبقى اطول كل ما يبقى الريتريفل اسهل. حلو. طيب احنا هنا هنخش على الريتريفل فيز بسرعه كده. حلو. طيب ايه هي الريتريفل فيز؟ طيب انت لما تيجي تعمل ريتريفل، انت اهم حاجه عندنا في طالما بنتكلم على الانسترومنت سيبريتد مانجمنت بتاع الانسترومنت سيبريشن، ده اهم جهاز عندك الالتراسونيك. من غير الالتراسونيك مفيش ريتريفل. ده عشان بس نبقى متفقين، ما فيش الالتراسونيك مفيش ريتريفل. الاند نفسه من غير الالتراسونيك صعب جدا، بس يعني خلينا نقول ان هو في موضوع السيبريتد انسترومنتس دي لو مفيش الالتراسونيك فانت خلاص يعني كده الجيم اوفر، مفيش حاجه اسمها ان احنا هجرب اعمل. طيب ما عنديش ماجنيفيكيشن عالي يبقى ممنوع اشتغل بالالتراسونيك ده جوه القناه عشان ما اعملش كراكس، ازود التين بله عشان برضو نبقى متفقين. طيب الحاجات بقى دي، الصوره دي بقى مهمه شويه. الصوره دي هي الالتراسونيك تيبس. حلو. انت لازم تبقى عارف الالتراسونيك تيب اللي انت رايح تجيبها دي جايبها ليه وجايبها منين او هتجيبها ازاي او الكلام ده كله. طيب الالتراسونيك تيبس ايه هدفها؟ الالتراسونيك تيبس بتبقى عادة كلها ليها اطوال معينة وتيبر معين. بمعنى ايه؟ يعني الالتراسونيك تيب بتبقى ليها طول. دكتور احمد بيقول له لازم الجهاز ده، هو مش شرط الجهاز يعني. لا 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 لا، يعني دكتور احمد انا مش قصدي الجهاز اللي هو الاس 6، لا يعني انا قصدي في الاس 6 في الدي تي اي في اكتين في الاي ام، في حتى اي ام اس كانت بتعمل زمان، هو لازم جهاز التراسونيك بس. بس في حاجه يا دكتور محمود بعد اذنك بس انا عايز اقولها هنا عشان دي مهمه شويه. هو لو في حاجه بس دكتور احمد اللي انا عايز اقولها لحضرتك، هو ما ينفعش جهاز الكافيترون عشان دي بس مهمه، يعني لازم يبقى الجهاز اكسترنال وبتعرف تعمل ادجست للباور بتاعك عليه، لان الباور مثلا انت في حالات هتحتاج باور 3 و4، في حالات هتحتاج باور 8، في حالات هتحتاج باور 12، فكل حالة انت محتاج انك انت بس يبقى الجهاز فيه ادجستبل باور، يعني الباور بتاعك تعرف تتحكم فيه. انما مشكلة الجهاز اللي في الكافيترون ايه الالتراسونيك، ان هو انت شغال على البريشر اللي هو موجود، انت مش تعرف ولا تقلل ولا تزود باور. فاهمين قصدي؟ بس يعني الحتة دي بس مهمة. تمام، وصلت. حلو.
الالتراسونكس اللي انت هتستخدمها، في التراسونيك انت دايما لازم تبقى عارف ان اي التراسونيك انت هتجيبه او هتستخدمه بيبقى عادة في حاجتين، يا اما الالتراسونيك بيبقى كوتد دايموند كوتد تمام، وده مش بنستخدمه جوه الكنال ابدا ابدا تمام، يا اما ما بيبقاش دايموند كوتد وهو ده اللي بنستخدمه جوه الكنال تمام. الدايموند كوتد ده بنستخدمه طيب في ايه؟ في عجاله كده. الدايموند كوتد ده بنستخدمه في حاجتين، يا اما مثلا بنحاول نعمل ترافنج فوق، مثلا بندور على ام بي 2، بندور على ميدل ميزيل، بنعمل حاجه من الحاجات دي، او ان احنا مثلا عندنا فايبر بوست او ماتل بوست بصفه عامه، مثلا عايزين بس نلف حواليه كده. هو دي الحاجات الوحيده اللي بستخدم فيها الدايموند كوتد، انما الدايموند كوتد جوه الكنال ما بضربش بدايموند كوتد جوه الكنال بتنتين. حلو حلو. طيب لو حضرتك خدت بالك معايا كده في اول صوره اللي هو الاي 1 ده اللي هو الالتراسونيك ده، حلو. طيب هو ده ايه لازمته؟ خليكم بس فاكرينه لان هو هتيجي صورته دلوقتي، يعني هيركب عليه لان دي حاجه مهمه جدا برضو في الريتريفل، وللاسف ناس كتير يعني مش بتتكلم عنها كتير يعني تمام. طيب الالتراسونيك بتاعي بنقيه على اساس ايه؟ بنقيه على اساس التيبر وعلى اساس الطول. بمعنى اصح لو انا مثلا دلوقتي عندي فايل مكسور على بعد 17 او 16 مللي، يبقى انا ما ينفعش الالتراسونيك بتاعتي اللي انا هشتغل بيها تبقى 15 مللي، انا كده محتاج التراسونيك مثلا 23 24. طيب ليه 23 24؟ طب ما اجيب التراسونيك مثلا 18 طالما هو مكسور على 16 مللي. هقول لك لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لان بص الفكره هنا ان الحته اللي في الاول اللي هي الشانك اللي بتبقى قافله اللي بيطلع منها، قصدي اللي هو ال 22 سنتي دول تمام، 22 مللي قصدي دول تمام، الحته اللي هي الطويله دي الشانك دي لو هي قدها بالظبط انت مش هتبقى شايف حاجه لانها هتقفل لك الرؤيه، فانت محتاج يبقى يا دوبك بس هو الحته الاكتف اللي في الالتراسونيك اللي قدام دي هي اللي شغال، لان الباقي ده كله انت مش محتاجه. يعني انت محتاج ان هو يبقى اطول شويه عشان انت لما انت شغال تبقى عارف تشوف، لان لو انت الالتراسونيك على قد طول الفايل المكسور ذات نفسه انت مش هتبقى شايف، لان الحته اللي فوق دي هتغطي لك الرؤيه. الحته دي واصله؟ في حد مش فاهم النقطه اللي فاتت دي يا دكاتره؟ وطبعا الصوت بتاعنا متأخر دقيقة كده يا دكتور عشان نوصل لهم. اه ما انا خدت بقى، ما انا خلي بالك انا فاتح من جنبك هنا برضو عشان ابقى ايه، عشان ابقى معايا. تمام، الناس بتقول تمام. تمام. طيب مثلا بس انا برضو عايز اقول لك على حاجة. طب ما انا كده اجيب الطويلة وخلاص؟ هقول لك لا. ليه؟ لان هقول لك حاجة، كل ما الحته بتاعت الالتراسونيك دي بتطول حلو، كل ما هي تتكسر اسهل، لان هي التيبر بتاعها زي ما قلنا تيبر 3 تمام. كل ما التيبر بتاعها، كل ما الحته اللي قدام دي تطول وعلى تيبر 3، الحته اللي هم في الاول دول نسبه ان هي تتكسر تبقى اعلى، انما كل ما هو يتخن نسبه ان هي تتكسر تبقى اقل. فانت تحاول تستخدم المظبوطه، مش اللي هو لا انا هجيب بقى كله طويل وحتى لو كانت فوق ما انا مش مشكله، لا. وبرضه اقول لك على حاجه تانية، انت في الاول وفي الاخر انت شغال بتب وفي جهاز بره هو اللي بيوصل لها، فخليك عارف حاجه، ان انت لو الباور مثلا بتاعك انت عامله على 5 حلو، الباور ده اللي هو انت مثلا عامله على 5 ده، لو الشانك او اللي هي مثلا دي القصيره اللي شبه اللي هي مثلا الاي 5 دي مثلا 16 مللي تمام، كل ما هي دي موجوده انت هنا ال 5 هنا هتوصل اسرع، سرعه 5 دي او القوه اللي هي 5 او قوه 6 ايا كان هتوصل هنا ادق واسرع، انما طول ما الشانك يبقى اطول مش هتوصل بنفس الدقه. ليه؟ لان خلي بالك كل ما الشنك تبقى اطول الالتراسونيك اصلا ممكن يبقى لامس حتت في الوولز غير الحتت اللي انت لسه حاطط عليها التيب من فوق،
فبالتالي القوة ذات نفسها بتضيع. أنا آسف جدا، معلش. الفكرة اللي أنا بقولها لك إن أنت ال 16 مللي دول أو ال 22 مللي دول، أنت حاول على قد ما تشوف الفايل بتاعك مكسور فين عشان تقدر تتعامل معاه. فعلى كل ما الفايل يبقى مكسور في حتة، مثلا خلينا نقول إن اللي هي اللي فاتت دي مثلا بتبقى قائمة بدور إيه؟ اللي هي مثلا 23 او 24 مللي الشانك ده، دي عاده بنستخدمها في الايبيكال والميدل ثيرد. دي التبات اللي موجوده عندها دي تقريبا الاي 6 بتاعت وود بيكر، والاي 14 لو انت هتجيب من دي تي اي، واي 25 و25 ال لو انت هتجيب من اكتين. بس هي بصراحه هي الاكتين حلوه جدا وجميله جدا، بس هي تقريبا يعني يا تريبل يا اربع اضعاف سعر الاثنين التانيين، فانا بصراحه ما بقتش بجيبها. فانما التانيين لا مفيدين جدا يعني. انما على الاي 5 مثلا، دي الاي 5 دي هي اللي بتبقى اقصر شويه، دي بستخدمها في بعض حالات اللي هي في الاول جزء في الميدل، وفي حالات الكورون لو كانت في حاجات اللي هي بتبقى مكسوره في الكورون. وبرده هنشوف مع بعض كل ده، تمام. طيب ايه بقى ده؟ تمام دكاترة، انا عايز اعرف بس منكم بس بسرعة، معلش كده، حد عارف فيكم ايه ده؟ طيب دكتورة هبة جامعة لينتو ده، دكتورة هبة بتقول لينتو، لا دكتورة مهنة بتقول يو ام فايل. تمام يا دكتور مهندم، تمام تمام تمام. هي هو دكتورة هبة ودكتور هو صح، هو ده يو فايل صح، تمام. هو مش هو موضوع توزيع السيلر ده يعني، لا مش قوي يعني، هو دي في ناس بتعمل الموضوع ده، ولكن مش ده يعني، مش ده المين بتاعنا يعني، هو مش ده اللي احنا عايزينه فيه. طيب فاكرين الاي 1 اللي احنا قلنا من خمس دقايق كده ان احنا خليك فاكرها لان احنا هتيجي دورها كمان شويه، تمام فاكرينها، هي دي اللي بيركب عليها. طيب دي ايه لازمتها؟ دي كانك بتعمل باي باس عافيه يعني. دي انت بتعمل بيها ايه بالظبط؟ دي انت بتخلي الفايل بتدخله اللي هي اليو فايلز دي، وبتخلي كان الفايل يعمل الفايل اللي هو اليو فايلز اللي انت اللي هي موجوده قدامك في الصوره دي، عايزك تتخيلها كانها فايلات عاديه بس انت مركبها التراسونيك. الفايل بيعمل الموشن والفايل بياكل بطريقه الالتراسونيك، ولا بالروتيشن ولا بالسبكريشن ولا بالكلام ده كله. دي بنستخدمها ازاي؟ بنستخدمها بنوسع جنب الفايل، بس بنبقى هنا ultimately conservative، وهنا بنقدر نستخدمها في الحالات اللي هي مثلا بعد كرفيتشر عالي شويه او الحاجات دي كلها. فبالتالي اقدر اوسع من جنبه او من قدامه او من وراه على اساس ان هو اخلي الفايل لو مثلا مش شايفه ابقى شايفه، لو الفايل مثلا ما انا موسع حواليه بس في حته هو معشق فيها في التورشنال انا بشيل منها، بدل ما اشيل كتير لا انا بشيل على قد بالظبط اللي انا عايز اشيله، تمام. دي انسترومنت مهمه جدا لازم تبقى موجوده لو حضرتك عندك حالات كتير بتجيلك ريتريفل، او عندك مشكله في حالات الريتريفل في ان هو مثلا مش قادر اوصل للحته دي، الالتراسونيك مش واصله للدي، مش قادر اتني الالتراسونيك لغايه ما اوصل للحته دي. الحل عندك هنا هيبقى في اليو فايلز. طيب اخر حاجه برضو معانا البي تي ار بان، ده لازم يبقى معاك. طيب لازم بي تي ار بان؟ لا، في الليو بان، وتقريبا في شركه ماديكس عملت برضو حاجه اللي هو شبه السرنجه برضو كده بلوبس برضو. بس اهم حاجه يبقى عندك جراسبنج تكنيك تول، تمام. مين احسن واحد فيهم؟ وتي اف ار كي بتاع دكتور يوشي برضو جميل جدا، بس بصراحه احسن واحد في كل اللي انا جربتهم كان البي تي ار بان، ولكن هو مشكلته الوحيده ان اللوب بتاعته محتاجه ليرنينج كيرف شويه على تتعود عليها،
ولكنها للاسف يعني حالات اللي انت بتضطر تستخدم لها بي تي ار هي لا غنى عن البي تي ار، لانك انت لازم تلف الفايل حواليها وتمسك وتشد، وهنشوف حالات اللي احنا لازم نعمل فيها كده دلوقتي. فالبي تي ار بان لا هو الاحسن، ولكن مشكلته برضو ان هو سعره غالي جدا دلوقتي، واللوب تقريبا يعني دلوقتي وصلت حوالي 350 او 400 جنيه في الواحده، وانت ممكن تستهلك اكتر من واحده في الكيس، فبتبقى الموضوع يعني مكلف شويه. انما هل هي كتول او اكويبمنت انا اسف معلش، هل هي مهمه؟ اه مهمه جدا كمان. طيب احنا بنطلع ازاي؟ بنطلع بحاجتين، يا اما بالالتراسونيك تكنيك ذات نفسه، انك انت بالالتراسونيك بس بتطلع الكيس كلها، وبعض الكيسز انت بتحتاج الالتراسونيك والجراسبنج تكنيك، يعني انت بتوسع بالالتراسونيك ومحتاج بقى تمسك الفايل ده عشان هو طويل. طيب امتى اختار التراسونيك وامتى اختار جراسبنج تكنيك؟ بص لو الفايل المكسور ده اقل من 4 مللي، اقل من 4 مللي تمام، لا انت هنا ايه ممكن تعملها بالتراسونيك عادي جدا. طيب لو الفايل المكسور ده اكتر من 4 مللي، لا انت كده محتاج تمسكه وتشده. حاجه كمان، لو الفايل المكسور ده معشق over severely engaged في الكنال، لا انت هنا بتحتاج ان انت توسع له شويه، بتعمل له preparation من بالالتراسونيك، بعد كده تمسكه بالجراسبنج تولز زي البي تي ار، زي اللي بانز، زي تي اف ار كي، اي حاجه من دي وتشده. تمام تمام. طيب قبل بس ما نخش في الكيسز دي، اول كيس معانا، انا بس عايز اقول لكم على حاجة. اي فايل في الدنيا مكسور تمام بيبقى في مرحلة ما من الخمس مراحل دول: severely engaged، engaged، flexing، dancing، loose. دول الخمس مراحل اي فايل مكسور بيبقى فيهم تمام، هو لازم يبقى في خمسة من المراحل دول تمام. أسوأ فايل فيهم الأولاني severely engaged، لأن severely engaged ده أنت لازم تفك الانجيجمنت الأول شوية عشان تقلبه engaged، وبعد ما يبقى engaged الأول تخليه flexing، وبعد ما يبقى flexing تحاول تخليه. أنت هنا في مرحلة الflexing على فكرة، هنا اللي هي المرحلة الثالثة دي، البي تي آر ممكن يخليك تشد الفايل تمام. الرابعة الدانسينج، انت لو وصلت لمرحله الدانسينج فايل، لا الفايل ده ممكن ساعتها انت تطلعه، سواء في التراسونيك، سواء ببي تي ار، سواء بجراسبنج تول او غيره، انت هنا هتقدر تطلعه. اللوس، اللوس يعني كده ان الفايل هو بس جوه الكنال ده، هو الفايل مش معشق في حاجه، هو جوه الكنال انت بس محتاج تعمل اريجيشن عشان يطلع بره. اوكي طيب ايه الفلكسنج ده؟ الفلكسنج دي هي بصوا بالمنظر ده بالظبط، يعني معلش خلينا نعتبر ان دي الفايل اللي هي اللي في ايدي دي الفايل تمام، مش عارف شايفينها كده ولا لا. الفايل بيبقى بيعمل ايه؟ هو ممسوك من تحت كويس قوي هنا كده، ولكن الحته اللي فوق انت بتعمل كده كده، هو بيروح بس بص، بيروح ويرجع تاني، يروح ويرجع تاني، يروح ويرجع تاني، دي الفلكسنج. الدانسينج هو ان الفايل انت عمال تعمل له كده كده كده، هو بيتحرك معاك، هو انت مكان ما بتحطه يقوم تعمل له كده يقوم واقف كده، تعمل له كده يقوم واقف كده، تعمل له كده يقوم واقف كده، ده الدانسينج. اللوس ان هو خلاص هو مش في حاجه، هو كانه معمول كده، انت مجرد ما هتعمل له اي حاجه هيطير تمام. دول الفرق ما بين الثلاثه. طيب بص بقى، خلينا برضو يعني شاركوني كده معايا، يعني نتشارك مع بعض كده في الحالات يعني تمام. الحاله دي معايا دكتور محمود طبعا صح؟ معاك يا دكتور طبعا. تمام، حاله زي دي مثلا هل دي باي باسبل بحسب الكلام اللي احنا قلناه؟ دكاترة في الكومنت. لا الحالة دي مش بايباس، لانك انت هنا الفايل ده مكسور تيبر كبير و very 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 long فايل، وكمان وصل للايبكس، حتى لو عملت باي باس هتعمل باي باس لايه والفين؟ فالحاله دي طيب
الفايل المكسور ده اكتر من 4 مللي، اكتر من 4 مللي، يبقى الفايل ده انت لازم تعمل معاه ايه؟ ريتريفر. ريتريفل. هو الناس لازم بدأت تعمل تجاوب دلوقتي، ايه؟ الناس بدأت تجاوب يعني. دكتور احمد بيقول لها عشان طويل. صح، هو فعلا ما ينفعش لانه طويل قوي فعلا. هو طول ما هو بالطول ده انت مش هينفع تعمل، واللي هو ده الفايل ده انت خلاص ده زنقك في انك انت لازم تعمل له جراسبنج. الفايل ده انت بقيت لازم تمسكه كده وتشده، مجرد ما انت بدات متمسكت الفايل شديته خلاص الحاله خلصت. طيب الحاله دي بقى، الحاله دي تبان سهله، ويعني هي مش سهله قوي بس مش صعبه هي، بس هنا فيها مشكله واحده صغيره. الحاله دي جات لي تحولت لي دكتور السنه دي ريستوربل ولا نون ريستوربل، تعال نبص نبص كده عليها، بنبص لقينا ان البالت الرو البالت الكاسب كله فراكتشرد، يعني هتنفع بكراون لينكسنج والكلام ده؟ اه طب تنفع، احنا هنعملها. المهم يا دكتور احنا كل اللي مطلوب منك بس دلوقتي انك انت تعمل لنا فيها الروت كانال الاندو، وهي فيها فايل مكسور واحنا مش عارفين نعمل له باي باس. طيب الفايل في كانال في ستريت، يعني ايه اللي مانع في ان احنا نعمل له باي باس؟ انا مش عارف. تمام طيب ايه الفايل اللي اتكسر؟ حد عارف فيكم الفايل اللي اتكسر ايه؟ لا. طب الفايل اتكسر ازاي؟ لا. طب اتكسر منكم؟ لا. تيجي بقى تشوف الفايل، تيجي تعمل كاتش، مفيش اي نوع من انواع الكاتش، مع ان تبان ان الفايل ستريت اكسس كل حاجه تمام، مفيش اي نوع من انواع الكاتش، بس الفايل ما برضه ما بيطلع. قلت لا خلاص، طب خلينا نشوف، اكيد ان شاء الله هنقدر نحاول نعمل له ريتريفل وهو اكيد هيبقى باين. بس بص بقى يا دكتوره، لما جينا نطلع الفايل عرفت ليه بقى هو بقى الناس مش عارفه تعمل له باي باس، او الباي باس فيه صعب شويه، لان ده اتش فايل. تمام، لما ده اتش الاتش فايل هو واحد من اسوأ انواع الفايلز اللي ممكن تعمل لها سواء باي باس او ريتريفل، بس هو في الباي باس صعب جدا جدا جدا. تمام طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت في حالات انت حتى بالكرايتيريا هي ممكن تخليك غصب عنك تغير التريتمنت بلان بتاعتك، وده برضو هنشوفه مع بعض. يعني مثلا الفايل ده ايه رايكم فيه؟ فايل قصير صغير جدا، كان الواسعة كل حاجة تمام، كل حاجة تمام. ده انا اقول لك بقى على حاجة تمام تانية، يعني الدكتور قال لي باللفظ كده، قال لي بص يا دكتورة انا اصلا عملت شوية باي باس يعني، بس انا مش عارف اوصل للاخر، والعيان بدأ يتوجع وكده، فقلت بقى لا خلاص احوله لحضرتك. تمام يا دكتور، تعالى نشوف المشكلة، تعالى نحاول نعمل له. انا لما جات لي بيني وبينك الحالة دي يا دكتور محمود قلت بس حلو. بس هو يعني يكون انه بيقول انه حاول كمان هو خلاص بقى، يعني الموضوع خلاص، ده انا هنخش بقى نخلص في ربع ساعة ونمشي. دكتور احمد حسن بيقول هو فين الفايل؟ شفت مثلا اهو، والله عندك حق. هو عامه الفايل يا دكتوره في يعني لا باين، يعني لو انت بتتفرج اللي هو الكنال اللي على الشمال، هي عامه دي الميزيل يعني، بس هي الكنال اللي على الشمال كده هتلاقيه في النص كده، في نقطه بيضة كده 2 3 مللي كده. اه كل الدكاتره بتقول باي باس، ايه كله هيقول لك باي باس صح؟ تمام. هو عامه على الكلام اللي احنا قلناه يلا باي باس فعلا. حلو، انا رحت جايب الفايل العشرة بتاعي عايز اشوف هعمل باي باس بقى ازاي. بدخل الفايل العشرة لقيت المنظر ده، ده الباي باسنج اللي كان الدكتور للاسف كان بيحاول يعمله. حلو، فبالتالي بما ان هو المنظر كان كده، انت كل مره هتحاول تعمل كاتش مش هيطلع، مش هيدخل، هيدخل في الحته اللي هو معمول فيها ال البرفوريشن دي. تمام، الحته اللي معمول فيها ستريبنج دي هي دي اللي هيطلع فيها كل مره. هنا للاسف للاسف برضو احنا كده رجلينا فوق رقبتنا، مضطرين نعمل ايه؟ ريتريفر.
ريتريف، لان انت هنا بقت الحته دي محتاج ان انت صعب جدا تجيبها، لان خلاص انت صعب جدا تجيب الكاتش، لان الكاتش دلوقتي هو حتى لو كان ينفع تجيبها انت كل مره الفايل لما يجي يدخل هيدخل في الحته اللي معمول لها ستريب. ده حقيقي. طلعنا الفايل، عملنا الماستر كون اوبتوريشن، وقفلنا الحته الستريبنج يعني انا وخلصت. دايما عندي مثل كده في الاندو دكتور محمد بعد اذنك، اتفضل. الاندو دايما مليان مشاكل، جدا بس والله. اكبر مشكله في الاندو ان انت لو ما عرفتش انك في مشكله او مش عارف المشكله بتتحل ازاي بتروح لمصيبه، يعني هو بيبدا بمشكله وبعد كده ايه بتروح لمصيبه تانيه. والله. هو الدكتور بدا بمشكله ان عنده فايل هو مش عارف يمانجمنت الحاله فيقوم مدخلك في مصيبه تانيه. هو يعني هو ده والله عندك حق، يعني هو دي برضو المشكله. فعشان كده برضو البري تريتمنت ايفالويشن وتعرف امتى اقف ده مهم، بالظبط. يعني انك انت تعرف امتى الحاله دي انا اقدر ابروسيد فيها وامتى لا انا هقف هنا. ومش شرط تقف هنا انا مش بقول لك اقف هنا وحولها بقى لحد لا، يعني اعرف ممكن هتعمل نقف ايه. هنا وهاتها بكره، هاتها الاسبوع الجاي، يعني ايه تهدى بس كده تجيبها في اول اليوم، تسأل. تبقى رايق في اليوم ده، تبقى جايب كل الاكويبمنت بتاعك، ما تبقاش متعسف عشان ما فيش فايلات 10 النهارده، يعني تبقى مجهز نفسك ورايق كده وسايب لها وقت، ما يبقاش في 3 4 مستنيينك بره، يعني خلي تبقى رايق بس كده واشتغلها. لان في اوقات كتير جدا الحاله مش يعني بتبوظ مننا، مش عشان اي مش عشان انت مش قادر تعملها، انما قدراتك اعلى منها وكل حاجه، بس الفكرة كلها ان انت بس دماغك مش رايقة، انت مش عارف تعملها بس دلوقتي. دكتور يوسف بيقول هو الستريب برفريشن حضرتك قفلته بايوسيراميك سيلر؟ لا انا الستريب برفريشن ما قفلتوش ببايو سيراميك سيلر. انا الفكرة هنا ان انا اول حاجة لما عملتها دخلت الفايل العشرة وشفت اذا كان هي يعني عامل برفوريتنج للكنال كلها ولا لا. اوكي، لما لقيت ان هو مش عامل بيرفوريتنج للكنال انا بصراحه هنا عملت باكينج تحت المستوى بتاع الحته اللي فيها الفايل، يعني عملت برزن سيلر عادي وارم فيرتيكال كومباكشن عادي. حلو، بعد كده في الحته دي دخلت فيها بالماب سيستم الام تي اي، بعد كده رحت راجع تاني عملت باك فيل ب يعني بسيرمو بلاستايزد جاتا بيرك. طب ليه ما استخدمتش بايو سيراميك سيلر؟ هقول لك دكتور الفكره، محمد ان انت لو استخدمت هنا بايو سيراميك سيلر، البايو سيراميك سيلر مش يعني مش شرط، يعني هو از ا سيلينج ماتيريال للستريب برفوريشن هو مش احسن حاجه. طيب ايه اللي احسن حاجه؟ الام تي اي او البايو سيراميك بوتي، واللي احسن منهم هما الاثنين البايودنتين. حلو، ولكن احنا يعني بايودنتين صعب قوي تجيبه دلوقتي وهو مش موجود يعني معظم الوقت، فبالتالي حتى لو انت دكتور وغالي محمد قوي. بيقول حضرتك طلعت الفايل الصغير ده ازاي؟ طلعنا الفايل الصغير ده ازاي؟ طيب انا هقول لك حالا يا دكتوره رنا. بص يا دكتور الفايل ده مجرد، طب بص انا هقول لك حاجه، تعالي نرجع للحاله بتاعت الفايل دي تاني عشان نقدر نتكلم مع بعض اكتر فيها. طيب بصي يا دكتور خليكي معايا كده وركزي يعني ان شاء الله نتخيلها سوا. الفايل ده المكسور ده دلوقتي انا دخلت مسكت الفايل العشرة ودخلت بيه عشان اشوف الاتجاه بتاعه فين. حلو كده، حلو تمام. الفايل دلوقتي مثلا انا بعد ما دخلته هو واقف مثلا او داخل بزاوية اللي هي الاوتر وول اللي هو داخل عامل فيها ستريبنج. حلو، يبقى انا لو عايز ادخل الفايل ده اطلع الفايل ده لازم ادخل منين؟ من الناحيه العكس. يعني لو الفايل بالبلدي كده، الفايل مثلا داخل في الكنال عامل كده زي ما هو موجود. تمام؟ بصي. الفايل لو داخل كده تمام؟ يبقى انا بقى هجيب الالتراسونيك بتاعي وادخل الفايل الالتراسونيك بتاعي ازاي؟ كده. ليه بقى؟ عشان الدخله بتاعت الالتراسونيك هنا طالما دي الاوتر وول اللي عامله ستريب برفوريشن يبقى دي الانر وول اللي انا المفروض ادخل فيها. حلو، ولما بدخل في الانر وول في الناحيه دي كده بما ان الفايل صغير هو هيبقى صعب انك تشوفه
ولكن هنا الميزه ان هي بتبقى عندك ان انت بتقدر تعمل ايه. اولا لما تيجي تعمل اريجيشن هنا ما تعملش اريجيشن بصوديوم، لازم تعمل الاحسن انك تعمل اريجيشن باديتا وتعمل اكتيفيشن كتير. ليه؟ لان الاديتا سولوشن مع الاكتيفيشن كل الدنتين اللي هو اللي تحت ده بيبدا ايه يطلع، بعد كده بتنشف. مجرد ما انت بتنشف، حلو، مجرد ما انت نشفت الكنالز خلاص، لازم ساعتها تعلي الوقت، تعلي النور شويه، يعني تخلي بقى النور شغال على اقصى حاجه. لما تعلي النور وانت منشف كويس في حته هتبقى شايني، الحته اللي شايني دي هي دي الفايل. واضحه كده يا دكتوره؟ تمام كده يا دكتوره رنا؟ الايديتا بتدوب السنترال، هتخلي ايه الجريب بتاع الفايل يفك، الايديتا بتدوب المينرال هتخلي الجريب بتاع الفايل يفك. بص هو الكلام ده نظريا ان هي الموضوع ان الايديتا بتعمل يعني عندها كليدنج افكت، فلما بتيجي تعمل كليدنج افكت بتقدر تدوب شويه من الدنتين. الكلام ده نظريا صح طبعا، مش هنقدر نقول عليه نص كلمه، ولكن ما تفتكرش ان هي بتعمل بالدرجه الرهيبه او الفظيعه لدرجه ان انت ممكن تخلي من الفايل يفك، لان ما فيش فايل مثلا هيبقى مكسور وعامل تورشنال ستريس او ما يعني ممسوك تورشنال او مكسور سايكليك هتبدا تحط عليه الايديتا فيبدا يسيح في الدنتين فالفايل يطلع او ان الفايل يفك منك. لا، انت هنا لما تيجي تطلع فايلات انت بتعتمد على ايه؟ وهي عامه هي دي اللي جايه على طول باذن الله يا رب يعني. تمام، انت لما بتيجي تطلع فايلات وليه بنعتمد على الايديتا؟ انت بتعتمد على الايديتا عشان الايديتا عندها حاجه اسمها بتقدر لما بتيجي تعمل لها اكتيفيشن بيحصل فيها حاجه اسمها اكوستيك افكت. ايه الاكوستيك افكت ده باختصار كده؟ باختصار الايديتا انت بتدخلها الايرجنت جوه الكنال، اوكي، مجرد ما بتدخل الايرجنت جوه الكنال وتعمل الاكتيفيشن بتاعك بيحصل بالبلدي كده زي دوامه من تحت الفايل، فهي دي اللي بتنطر لك الفايل اللي فوق. انما هي مش فكرة ان هو بيعمل لك بيفك الفايل لانه بيبدأ يأكل في الدنتين، لان لو كان ده بيحصل فعلا كان زماننا حطينا الايديتا جوه الكنال وسبناها تعالى لي بكرة يكون الدنتين ده فك كله واجي اشيل الفايل ويبقى خلصنا. فهو مش بيعملها بالدرجة الرهيبة، ولكنه هو بيبقى اسهل في انك انت تشيل الدنتين. ولكن هل انا ببقى محتاجه قوي في الموضوع ده؟ لا، انا مش ببقى محتاجه قوي في الموضوع ده، لان هو انت كده كده بتقدر تشيل الدنتين بالالتراسونيك بالباور اللي انا اقدر اظبط عليه براحتي. انما الايديتا اي ميستو الحقيقيه وانا بعمل ريتريفل الحاجتين اللي قلتهم لك، الاكوستيك اللي هي حركه الاكوستيك افكت اللي هو بيقدر يعملها، ودي برضو بيعملها السيليكون اويل والبيبي اويل والاوليف اويل وحاجات معينه، ودي بنستخدمها في الكيرف كانالز، بس يعني الايديتا از مور ذان انف. الحاجة التانية وهي دي الميزة الكبيرة في الإيديتا ان هو زي ما انت بتقول هو بيقدر يشيل الدنتين شوية. لما بيقدر يدوب الدنتين ويشيل الدنتين عندك واحدة من أسوأ الحاجات لما بتيجي تعمل ريتريفر، لان الدنتين والفايل خصوصا لو كان فايل أسنانتك او الفايلات اللي هي بتبقى لونها رمادي اكتر، هو والفايل بيبقوا شبه بعض في اللون، فيدوبك انت بتبقى محتاج بس حاجه تشيل لك بقى كل الدنتين ده عشان تلاقي حاجه بتلمع اللي هي الفايل فتمشي وراها وتقدر تجيبها. فهو دي الميزه اللي في الاديتا اكتر. احنا تمام يا دكاتره؟ مفهوم؟ طيب، الحاله دي برضو كانت غريبه شويه بالنسبه لي انا. يعني الحاله دي جات لي دكتوره انا كسرت فايل ومش عارف ايه الموضوع وبتاع، قلت له طيب تمام ما فيش مشكلة. أنا دخلت قلت طيب الفايل ده يعني شكله مش هيبقى صعب قوي، لأنه في حتة فوق شوية طويل، إن شاء الله هنوسع بس فوقيه 2-3 ملي وهنلاقي الموضوع. فتحت الأكسس ببص ما لقيتش أي حاجة خالص، ولا لقي الفايل ولا أي حاجة. قلت طيب أنا دخل فايل بس كده مانيول ولا دخل أي فايل عشان نشوف إيه المخبار. دخلت الفايل المانيول لقيت الفايل داخل عادي جدا. طيب قمت ندخل فايل روتري، دخلت الفايل الروتري لقيت الفايل بيخش زمزقه بس بيخش.
قلت طيب انا هجرب اعمل باي باس بالفايل الروتري ونشوف. دخلت بالفايل الروتري لقيت نفسي وصلت للمرحلة دي. طالما انا وصلت للمرحلة دي، هل انا اصلا دلوقتي محتاج اطلع الفايل؟ ما انا خلاص انا تقريبا وصلت عند الابيكل ومنظف كويس، والفايل اللي مدخله ده 25 تي بير 6، فانا كده تمام، انا ما اظنش ان انا محتاج حاجه. مجرد بقى ما عملت مره، جرب بقى ما انا عملت ان الحاله دي رحت عامل فيها اريجيشن، وبعد ما عملت الباي باس بالاديتر وعملت اكتيفيشن، انا لقيت الفايل طلع. ففي حاجه برضو بروتوكول يعني underrated جدا، الا وهو الباي باس فور ريتريفر. انت ممكن جدا 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 بعد ما تعمل باي باس بعد كده تدخل تعمل اديتا، تعمل اكتيفيشن اكتيفيشن اكتيفيشن، هوب تلاقي الفايل طلع. طيب لو الفايل طلع بالمنظر ده، خلاص انا كده مش مستاهله معايا حاجه، يعني انا كده خلصت الكيس يعني، تمام. ولكن هل لو كانش الفايل طلع كانت هتبقى بيج ديل او كانت هتبقى مشكله؟ لا، ما كانتش هتبقى اي مشكله. بعد كده خدنا الماستر كون، وادي الاوبتيوريشن. لو في اي اسئله انا معاك يا دكتور محمود، وقفني على طول. دكتوره هناء عندها سؤال، بتقول يعني عندها سؤال واحد، الابداع في الشرح ده ازاي؟ الله يبارك، الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك يا رب. تسلم يا دكتوره، والله ما تحرمش منك يا رب. بس والله لو في اي بجد سؤال انا تحت امرك، يعني انا مبسوط بس ان هو خلينا واحده واحده كده، عشان باذن الله يبقى في اي حاجه، يعني لو في اي حاجه نقولها على طول. ماشي دكتور، حد عنده سؤال يا دكاتره؟ بالك ناس قليله بحظها حلو والفايل يعدي لوحده، ده ايه؟ ناس قليلة اللي بيبقى حظها حلو انه يكسر الفايل، بعد كده يجي يعمل باي باسنج يلاقي الفايل بيعدي. انا بصراحه ما انا يعني ما بتحصلش معايا كتير، بس هي لما حصلت انا قلت، انا عايز اقول لك والله يا دكتور، انا حتى لما دي حصلت انا كنت عايز اقول له ايوه طب حولتها لي ليه؟ يعني عارف اللي هو، طب ما جربتش انت يعني، هو غالبا اللي هي يعني عارف اللي هو اتكسر، لا تمام بقى وديه يعني خلاص انا مش هجرب، تمام. يعني في دكتور من اللي بيشوف اللايف دلوقتي كان كلمني مره، انا دكتور محمود انا كسرت فايل، قلت له بعدين؟ قال لي دخلت فايل بعديه لقيته بيعدي، قلت له خلي مامتك تدعي لي، مفيش حاجه تانيه تتقال. ما اصل خلاص. طيب بصوا، اللي جايه دي ده فيديو ان شاء الله، يعني نورينا بس مع بعض كده ايه اللي احنا بنقدر نعمله لما بنيجي نطلع الفايل، او ايه اللي بالظبط بيحصل لما بنيجي نطلع الفايل. اوكي طيب، احنا بنطلع الفايل، احنا قلنا اول حاجه ان الفايل لو انت مش شايفه لازم تبقى شايفه. انت الصوره هنا، انتوا يا جماعه شايفين الفايل صح كده؟ تمام. الفايل بقى اللي انتوا شايفينه ده، شايفينه كله ولا مش كله؟ لا مش كله، تلات ارباع الفايل باين، بس في حته مش باين. طيب انا هعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انا كل اللي هعمله في الحاله دي ان انا الحته اللي مش باينه في الفايل دي هقوم شايل من فوقيها سنه صغيره، عشان الفايل يبقى عنده الباسواي ان مجرد ما انت تضرب بالاديتا وتعمل الاكواستيك اللي هي الدوامه اللي قلنا عليها، بان الاديتا تبقى كانها غرقانه اديتا، وانت تعمل فيها تحط الاريجيشن بعد كده تعمل له اكتيفيشن، يقوم الفايل هوب يبوب اب ان هو يطلع، تمام. دي اللي احنا عايزين نعملها. اهم حاجه بس حاجتين، ان انت الالتراسونيك بتاعك ما يبقاش قافل الكنال، ودي اللي قلنا عليها، عشان كده بنحتاج التراسونيك اطول من الطول بتاع المسافه اللي الفايل مكسور فيها، دي رقم واحد. رقم اتنين ودي مهمه جدا، انك انت تبقى متاكد ان الفايل لما هيجي يطلع لفوق مفيش حاجه هتقف قدامه، ولا يبقى في دنتين قدامه، ولا يبقى في حاجه قدامه، تمام. دول حاجتين مهمين قوي وانت بتيجي تطلع الفايل. اوكي طيب ازاي بقى؟ طيب ادي ثانية واحدة، أنا آسف أنا آسف أنا آسف، أيوة أنا آسف. بص يا دكاترة، أيوة
تمام. الفايل مكسور هنا، شايفين الفايل مكسور فين؟ في الميزيل هنا. حلو. بقوم انا عامل ايه؟ بجيب الالتراسونيك، بوسع، بعد كده بحطه الاديتا، هوب الفايل طلع مني اهو. طيب هنا بدأنا نعمل الاوبتريشن. انا بس هنا في حاجة انا عشان كده حطت على عشانها الاوبتريشن. يعني بص يا دكاترة، واحدة من اهم الحاجات في موضوع السيبريتد انسترومنتس ان انت بعد ما تخلص الو محمد سامعيني انا دكاتره؟ طيب صوت انا تمام؟ سامعيني انا دكاتره؟ طيب دكتور محمد، بس ممكن يكون في حاجه حصلت في النت. ثانية واحدة، أنا برن على الدكتور محمد أهو. يا حبيبي. النت فاضي. معلش ماشي، أنا مستنيينك أهو. مستنيينك. ماشي ماشي. دكتور محمد دياء وراجع. لو حد عايز يسأل سؤال يسأل، انا معاكم اهو. والحاجة التانية عايز بس اقول لكم، يعني ريت الناس زي ما قلنا دايما، المؤتمر ده حقيقي والله معمول عشانكم، يعني عشان انت تستفيد مش اكتر. فدايما بطلب منكم انكم تساعدونا انه يوصل اكتر، لان في حاجة مهمة قوي لازم تبقى فاهمها ولازم تبقى عارفها، ان نجاح المؤتمر ده هو اللي هيحدد اذا كان هيبقى موجود تاني او لا. وده بيساعدنا اكتر لما بنيجي نتواصل مع اتواصل مع الدكاتره او الشباب اللي معايا يتواصلوا مع الدكاتره عشان يبقوا موجودين معانا السنه الجايه. فالمؤتمر ده لما يبقى ناجح هتلاقي فيه دكاتره اكتر السنه الجايه، هتلاقي فيه حاجه اكبر السنه الجايه. عشان كده دايما بقول لكم اعملوا شير، اعملوا منشن، عشان خاطر المؤتمر ده ينجح ونكرره السنه الجايه ان شاء الله. طبعا انا ببقى مبسوط جدا وانا معاكم كل يوم. حقيقي يعني انا والله الايفنت انا مبسوط بيه، مبسوط بوجودكم كل يوم. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا دكتور يوسف. وبحاول على قد ما اقدر ان افيدكم، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتنا وميزان حسنات الناس اللي تعبانه في الخلفيه، لان يعني في ثلاثه يعني في شباب كده شغال معايا في الموضوع ده تعبوا جدا والله ومبهدلهم شويه. ممكن يبقى الموضوع مش كبيرة قوي، بس في ناس بتشتغل وبتتعب عشان خاطر حضرتك تستفيد. فادعوا لهم برضو ان ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب التعب اللي بيعملوه ده. لو في حد عايز يسأل سؤال عشان لما الدكتور محمد يبقى موجود نعرض له السؤال على طول ان شاء الله. الله يخليك دكتور محمد، وصل اهو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ريس. والله معلش الشبكة عندنا في اسكندرية صعبة أوي. لا ولا يهمك. خد بالك بقى لها فترة في كل حتة يعني. لا احنا عندنا في اسكندرية الموضوع ده بقاله سنتين تلاتة، أنا حتى العيال عندي ساعات الشبكة بتفصل من غير ما احنا نعرف يعني. تمام. طب معلش بقى يا دكاترة، عشان أنا تقريبا قعدت أكلم نفسي فترة ومحدش فيكوا يعني من أول الحين. وصلنا فين بقى؟ احنا كنا في اولها لسه والنت باظ. يعني الحاله دي كان يعني انتوا ما شفتوش اخرها صح؟ لا. طيب الفايل هنا يا جماعه بصوا هو مكسور فين؟ زي ما قلنا احنا بنحاول نخلي الفايل كله متشاف اول اوفر 360 عشان ما يبقاش فيه حاجه وانت بتطلعه بالالتراسونيك. وهو بيطلع عامه ما فيش ولا دنتين ولا في اي حاجه في طريقه.
ولا حتى الالتراسونيك نفسه، عشان كده قلنا بنجيب التراسونيك طويله الشنك بتاعتها عشان لما نقدر نضرب فيها الضربه الفايل لما يجي بوب اب او لما الفايل لما يجي يطلع تمام ما يقومش خابط مثلا في اللي هي التب بتاعت الشنك بتاعت الالتراسونيك اللي فوق، او ان انا ما بقاش شايف. هنا هنشوف مع بعض بالظبط كده. اول ما هنضرب بالالتراسونيك وانا موسع حواليه 360 هنشوف ايه اللي هيحصل. الفايل بالظبط هينط. اولا الارجنت اللي هنا ده الاديتا اللي هو بيعمل الايه الاكواستيك افكت اللي قلنا عليه اهو. الفايل نط. معايا ولا لا؟ تمام يا دكتور، الدنيا تمام. طيب انا بس عايز اقول حاجه هنا مهمه. بص يا دكاتره، شايفين الاوبتريشن هنا؟ تمام. بص يا دكاتره، الاوبتريشن هنا لو انت بعد ما طلعت الفايل لقيت ان انت عندك حاجه عامله كده بعد كده الكنال كده، يبقى انت شلت دندين كتير. حاول تخلي الاوبتريشن بتاعك ان هو حتى بعد ما طلع، يعني من الاخر كده. احنا دايما كده هتلاقي دكتور محمود حتى يقول لك، يقول معايا يتفق معايا في الموضوع ده. احنا بنحكم على حاله الريتريفل دي اتعملت حلوه او ما اتعملتش صح، او اتعملت حلوه ولا لا، بعد ما توريني الاوبتريشن. يعني لا انت وريتني الاوبتريشن والفايل طالع بس نص الدنتين انت واكله، ما ملهاش لازمه يعني، ولا كان يعني عملت الريتريفر من ما عملتش، ما بقتش الفرق كبير قوي يعني. تمام. دي حقيقه، ويمكن الشباب الصغار ما يبقاش واخد باله من النقطه دي ويبص على الفايل المكسور بس. بس هو للامانه الاهم من ان انت تطلع الفايل انك تحافظ على الدنتين بتاع الكنال. ليه برضو؟ لان اقول لك على حاجه، انت لو انت هنا الفايل، خليك بس عارف على حاجه بس مهمه برضو، ان انت مجرد ما عملت للسنه روت كنال، يعني مجرد ما السنه دي تعمل لها اندو، فالسنه دي عباره يعني هتتكسر، يعني هتتكسر مسألة وقت، يعني الميكانيكال فراكتشر بتاع السنة دي مسألة وقت. ممكن تعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، بس هي لازم هتتكسر. مجرد ما أنت عملت روك كانال فالضرس ده لازم هيتكسر في يوم من الأيام. حلو؟ مجرد بقى إنك أنت تشيل دنتين كتير أو نص الروت تبدأ تاكله أو الكلام ده كله، فالسنة دي لو كانت هتعيش 5 سنين أو 10 سنين، تمام؟ أنت بتقلل الريت ده بطريقة غير عادية. غير عادية. يعني نقدر نقول ان الدنتين اللي موجود في الكنال هو اللي بيحافظ لنا على التوس ان ما يحصلش فيها روت فراكشر. كل ما تشيل دنتين كل ما الروت فراكشر امكانياته اكبر. كل ما عشان كده اقول لك حاجه دكتوره، لو عشان كده مثلا لو ناخد بالنا الريسنت ريسيرشز دلوقتي او الحاجات اللي هي الساينتفك اللي هي ماشيه دلوقتي او زي ما بيقولوا ترندي او الكلام ده كله اللي ماشيه في الروت كنال دلوقتي، ايه حاجتين. الاولانيه ان هو الفايتال بالب ثيرابي، ان احنا ما نبداش اصلا في الروت كانال، ده رقم واحد، والريفاسكولاريزيشن والكلام ده كله. رقم اتنين، ودي بقى برضه مهمه جدا جدا جدا، ان هو الناس اللي بدات تدخل في الليزر واللي هو الجنتل ويف، اللي هو مثلا الجنتل ويف ده مثلا بيشتغل ازاي؟ انك انت بتدخل بتنظف مثلا توصل لغايه 20 تيبر 2، بعد كده تدخل الجنتل ويف هو اللي هيعمل الكليننج، او الليزر. الليزر انت بتعمل 15 تيبر 3. دي حقيقه. فهم بيحاولوا دلوقتي يقللوا مرحله الشيبنج دي بقدر الامكان. ليه؟ لانها هي اكتر حاجه ديستركتيف بالنسبه لهم. دي حقيقه. تمام. بس دي الحاله اللي هي هنا. طيب خلصنا بقى كده جزء الريتريفل. لو في حد عنده اي سؤال يقول، لان احنا داخلين على الباي باس. وطبعا هتلاقيه كله مستني الباي باسنج عشان طيب زي معظم الناس ده اللي بتبقى انترستد قوي. طيب بصوا يا جماعه، الباي باس لازم يبقى عندك شويه اكويبمنت كده. لو عندك موضوع الباي باس باذن الله هيبقى سهل قوي. والباي باس ليه كذا تكنيك هنعرفهم دلوقتي مع بعض، وهنشوف كل حاجه دلوقتي مع بعض. طيب اول حاجه الفايلات دي، الديفايندرز. الديفايندرز دي هي الفايلات اللي هي ميزتها ان هي الكروس سكشن بتاعها عامل كده على حرف الدي. طيب ايه ميزه الكروس سكشن ده؟ الكروس سكشن ده ميزته ان هو نون كاتنج،
خالص. طب ايه الميزه برضو يا دكتور في ان هو يبقى نون كاتنج؟ ميزه ان هو نون كاتنج معنى كده ان هو طالما عمل كاتش حلو يبقى هو مش هيعمل كاتش غير ما بين كانال والفايل، مش هيعرف يعمل كاتش في حاجه ثانيه، يعني عمره ما هيعمل كاتش في اوتر وول. طب ممكن يعمل كاتش في اوتر وول، حتى لو عمل كاتش في اوتر وول فمش هيعمل كاتش في اوتر وول ويبدا حتى وانت بتبروسيد يبدا يعمل لك بيرفوريشن، عمره ما هيعمل كده لان هو مش هيقطع اصلا، هو مش هيمشي غير في السالك من الاخر، يعني مش هيمشي غير في الحته اللي فيها سبيس. فده من اهم الفايلات ان لم يكن اهم فايل لازم يبقى عندك عشان تجيب الكاتش ديورينج الباي باس. تمام، في ناس بتستخدم السي فايلز، يعني انا لا انصح بذلك ابدا. الحاله الوحيده اللي انت هتبدا تستخدم فيها السي فايلز ان هي عشان تعمل بيها كاتش ان هي يبقى الكنال واقفه ستريت كده بالظبط. تمام، وفي الحالات دي على فكره برضو انت مش محتاج تعمل سي بلس فايلز، وهقول لك ممكن نعمل كده ايه ساعتها، ممكن نعمل حاجات اسهل واسرع بكثير كمان. تمام، ايه تاني بعد الديفايندرز؟ الكي فايل العشرة. طيب ليه العشرة؟ لان انت مجرد ما انت لقيت الكاتش ومشيت اول 2 ميلي بالديفايندر، انت هنا بقى بقيت محتاج الكي فايل عشان تقطع في الباسوي اللي انت عملت له كرييشن منين؟ من الكاتش اللي انت عملته بالديفايندر. حلو؟ حلو. ايه تاني انا محتاجه يبقى عندي؟ السي بلس فايلز. امتى؟ السي بلس فايلز انا محتاجها في الكنالز اللي شايفين اللي هي الستريت اللي هي بالمنظر دي كده، ولو خصوصا تحت الفايل في كالسيفيكيشن، يبقى انا هنا دي اللي انا محتاج السي بلس فايلز. ايه كمان؟ السلاح السحري بقى، ده السلاح السحري في الباي باس الريسيبروكيتنج هاند بيس. طيب ايه الريسيبروكيتنج هاند بيس دي؟ دي ريسيبروكيتنج هاند بيس دي مخصصه للمانيوال فايلز. طيب ايه ميزتها؟ ميزه الهاند بيس دي انها انت لما بتيجي تعمل دلوقتي كاتش او لما بتيجي تنزل عامه وانت بتعمل جلايد باس وانت بتعمل اي حاجه اللي انت بتعملها، تبقى بتعملها ازاي؟ بتعمل ويتش وايندنج موشن، صح كده؟ تمام. طيب الويتش وايندنج موشن باي بيبرز كده ايه أأمن موشن او أأمن ديجري؟ 30 و 30، صح كده؟ انا شفت بس سؤال هنا، ينفع اعمل ريتريفل باللوب؟ بص انت ينفع تعمل الريتريفل باي حاجه حلو طالما انت هتقدر تشوف الفايل، بس طول ما انت مش شايف الفايل يبقى انت ما ينفعش تعمل ريتريفل. يعني الريتريفل مقرون بانك انت تبقى هتقدر تشوف الفايل، بس باختصار هتشوف الفايل بعينك، هتشوف الفايل بالميكروسكوب، هتشوف الفايل باللوب تقدر تطلعه، مش هتقدر تبقى شايف الفايل يبقى مش هينفع تطلع حاجه انت مش شايفها. ده باختصار يعني. تمام، طيب نرجع برضو لمرجعنا في موضوع الريسيبروكيتنج هاند بيس. بص يا دكاتره، أأمن زي ما قلنا كده، أأمن موشن هي ال 30 30 30 30. تمام، ال 30 30 دي تمام، هل انت بايدك قادر تبقى واثق ومتأكد انك انت هتتحرك كده 30 وكده 30؟ ما اظنش، وما فيش حد اظن ان هو يقدر يتحكم فيها بالمنظر ده. انها ميزة الريسيبروكيتنج هاند بيس ايه؟ انها هي اوريدي مظبوطة انها ما تعمل 30 30، ما هي ما يعني احنا جايبينها عشان تعمل الموشن 30 30. تمام، دي بستخدمها امتى؟ بعد ما تجيب الكاتش على طول تقوم جايبها 30 30 30 30، واول ما تركب الريسيبروكيتنج هاند بيس وتركب عليها الكي فايل تمام تبدا تشتغل بيها. طيب واحد هنا هيجي يقول لي، طب يا دكتور محمد انا النهارده ماشي بالهاند بيس، هل اقدر اكمل بالهاند بيس مثلا اكمل بيها لغايه الاخر؟ تمام، الاجابه
ينفع وما ينفعش في نفس الوقت. It depends upon the case وupon طول الفايل المكسور والposition بتاعه. حلو؟ طيب لو هو مش ده طب انا هعمل ايه وايه لازمتها؟ هقولك، وده اللي احنا جايين له على طول. بس خليك فاكر ميزة reciprocating handpiece عشان احنا في اللي جاي ده على طول هقولك امتى تقدر تمشي بيها لغاية الاخر وامتى ما ينفعش. اللي بعدها دي glide path rotary files. ايه glide path rotary files؟ glide path rotary files هي rotary files ولكن بتيبر قليل، بمعنى صح يعني مثلا الكيت دي مثلا 10 و15 و20 تيبر كام؟ تيبر 3. حلو، دي برضو لازم تبقى موجوده. احنا هنا الاول بنتكلم على الايكويبمنت اللي لازم تبقى معاك او خليها تبقى معاك عشان تسهل عليك عمليه الباي باس. كل حاجه من دول هنعرف دلوقتي مع بعض بنستخدمها ازاي وبنستخدمها في ايه وامتى والموضوع ده كله، كل ده هنعرفه دلوقتي مع بعض. تمام، ايه تاني غير الجلايد باس؟ الكنال لوكيتر. ايه الكنال لوكيتر؟ الكنال لوكيتر دي فايلات شبه ده، لا ده الايزي باس بتاع الازور، بس ميزه الكنال لوكيتر دي شبه الدي فايندرز بتاعت مين؟ بتاعت ماني. طيب هنا انا في ثلاثه تكنيكس احنا بنعتمدهم في الباي باس. انا في ثلاثه تكنيكس هو اللي انا بعتمد عليهم في الباي باس. تمام، بالترتيب كده، الاولين الجراديوال مانيوال. ايه الجراديوال مانيوال؟ في فايل مكسور هنا، حلو، بجيب فايل العشرة بحاول بعد كده بمشي بيه بعد ما اكون جبت الكاتش بتاعي، بمشي وافضل اعمل الحركه اللي انا بعملها بالريسيبروكيتنج او الموضوع ده كله اول 2 3 مللي. بعد كده بقى هنا دي تريك مهمه جدا 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 جدا، وركزوا معايا فيها قوي. بص يا دكاتره، واحده من ضمن الحاجات اللي انا للاسف بشوفها كتير جدا ان هو مثلا يبقى الفايل مكسور والفايل مثلا معشق جامد جدا وانت يا دوبك جبت كاتش ومشيت اول 2 3 مللي بالفايل العشرة، تقوم انت داخل بعدها دلوقتي بعد الفايل العشرة تقوم داخل بفايل ال15. طيب هل دي حاجه صح ولا دي حاجه غلط؟ طيب المشكله هنا فين؟ المشكله ان انت خلي بالك الفايل العشرة ده انت لما بتيجي تعمل ترانزيشن بعدها لفايل 15، الفايل ال15 ده اكبر من الفايل العشرة مره ونص، ده واحد من اكبر الترانزيشنز اللي انت بتعملها. طيب والحل؟ حاول هنا يبقى عندك فايل هو اللي ممكن يخلي لك يسهل لك الترانزيشن ده. طيب بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده لو عندي كنال انا لسه يا دوبك عامل باي باس دلوقتي باول 2 3 مللي ولسه عامل الموضوع ده بالفايل العشر، ما تدخلش بقى بال15. طب ادخل بيه يا دكتور؟ ادخل بالفايل مثلا 12 ونص. ده هو في فايل 12 او في فايل 12 ونص؟ في فايلات 12 و 12 ونص موجودين عند ماني، موجودين عند بارودانت، موجودين عند ناس شركات كتير قوي، حتى في جولدن بس ما اظنش انها موجوده يعني في مصر. الجولدن ستاندرد فايلز بتاعت دان سبلاي عندهم فايلات برضو 13 و 17 كمان مانيوال. حلو، فانت تحاول تخلي ان الفايل اللي بعد الفايل العشرة ما يبقاش ال 15 على طول، خليه الفايل ال 12، لانك انت مجرد ما عملت الفايل ال 12 ده هتبدا تسهل للفايل ال 15 انه يدخل. وهقول لك برضو على حاجه تانية. هتقول لي طب من بعد ال 15 محتاج 17 عشان ال 20؟ اقول لك لا. ليه؟ لان من ال 15 لل 20 ده تقريبا قد ايه؟ مره وثلث. اوكي، انما من ال 10 ل 15 مره ونص. فهو ده اكبر ترانزيشن عندك. الحاجه الثانيه انك انت مجرد ما انت بدات توسع شويه من فوق اول 2 3 مللي، حتى ما كملتش بقيه الباي باس للفايل، وسعت اول 2 3 مللي. اوكي، مجرد ما وسعت اول 2 3 مللي دول لما يجي الفايل الكبير اللي بعد منه، خلينا نقول مثلا الفايل ال 20 لما يجي يدخل، تمام، اول حاجه هو مش هيفكر بقى يدخل في الكنال في حته ثانيه او يعمل حاجه او او او، هو هيدخل في اول 2 3 مللي انت وسعتهم، لان انت اوريدي وسعت واديت باس واي كانك عملت كورون الفلارينج فوق الايه الفايل المكسور عشان يدخل في الحته دي. ما
مجرد ما انت هتدخل بالفايل العشرين، فهو مثلا لو قلنا الفايل هنا مكسورين كده والفايل اهو، وانت دخلت هنا بالظبط، يعني خلينا نقولها اهي، وانت دخلت هنا اهو، حل انت دخلت بالفايل العشرين، فانت عملت بالفايل العشرين وسعت ايه المساحة كده. فلما تيجي تدخل بالفايل العشرة، الفايل العشرة هينزل اسهل في المرة اللي بعدها، فانت بتوسع بالعرض. فمجرد من ان انت وسعت شوية بالعرض ده، انت هنا بعد كده نفترض ان انا عديت الفايل، خلاص عديت الفايل لايه؟ لغاية ايه؟ كله بالفايل العشرة او لغاية الفايل الخمستاشر او العشرين حتى بالمانيول، تمام؟ بعد ما توصل للفايل العشرين مانيول، بعد ما توصل للفايل العشرين مانيول، هل الصح ان انت دلوقتي تجيب بقى الفايلات الروتري؟ خلاص انا وصلت الفايل عشرين مانيول، اجيب بقى الفايلات الروتري؟ لا، ما ينفعش تجيب بقى 20 تبر فور ساعتها. انت هنا بقى ده هنا يجي الدور بتاع ايه؟ الفايلات اللي هي الجلايد باس روتري فايلز، اللي هي زي ايه؟ عندك 15 تيبر 3 ده موجود مع عند معظم الشركات، فلكس في، دان سبلاي، كير، الفا اندو عندها برضو واحد تقريبا، في فايلات كتير قوي. في ممكن الايزي باس بتاع ازور مثلا ده 14 تيبر 4. فايلات الجلايدو بتاعت دنتال كابيتال نزلت مؤخرا، عندهم برضو جلايد باس فايلز 20 تيبر 3 وعندهم 15 تيبر 3 برضو، ايدج عندها 17 تيبر 4. كل دي فايلات جلايد باس انت محتاجها. طب انا محتاجها دي ليه يا دكتور؟ طب ما انا خلاص وصلت ال 20، بس وصلت ال 20 تيبر 2، تمام؟ وصلت ال 20 تيبر 2، ما تنطش من 20 تيبر 2 في فايل، جمع عندك فايل مكسور، ما تنطش بقى من 20 تيبر 2 ل 20 تيبر 4، هتعمل دبل التيبر في خطوه واحده في فايل مكسور عندك ستريس بوينتس كتير. لا، هات تيبر اعلى سنه، الا وهو ايه؟ ال 20 تيبر كام؟ تيبر 3. مجرد ما انت تبدا تجيب ال 20 تيبر 3، هتلاقي ان الدنيا اسهل كتير قوي لما تيجي تدخل في ال 20 تيبر 4. فايل ال 20 تيبر 4 لو وصل لغايه الاخر، انت كده خلاص تقريبا الحاله دي بقت خلصت. هنا ساعتها بقى تقدر تمشي عادي 25 تيبر 4 و30 تيبر 4 لو هي مستاهله لغايه هناك. اوكي؟ طيب. طيب، في حاجه تانية انا بسميها اللي هي الهايبريد، او بمعنى الهايبريد باي باس. يعني ايه الهايبريد باي باس؟ بمعنى اصح ان انا بخلص كل جزء لوحده. يعني خلينا نقول ان الفايل المكسور هنا 4 مللي. اوكي؟ اوكي. طيب بعمل ايه؟ بقسم الفايل ده على انه فايلين. انا اسف يا جماعه، معلش. الف سلامه دكتور محمد، عارفين ان احنا تعبينك. لا خالص والله، العفو. الف سلامه عليك، الف سلامه عليك يا حبيبي. طيب انا هنا بعمل ايه يا دكتور؟ انا بقسم الفايل على انه 2. يعني مثلا لو قلنا ان الفايل ده مكسور 4 مللي منه، بخليها 2 مللي و2 مللي. طب ايه الفكره من الموضوع ده؟ الفكره ان انا، او ايه المختلف عن الموضوع ده عن الموضوع اللي قبله؟ الفكره ان انا هنا، انا في المره الاولانيه كنت بعمل ايه؟ كنت بوسع، بخلص المانيوال باس واي بتاعي كله مره واحده، بعد كده بدخل بالجلايد باس روتري فايلز بتاعتي مره واحده، بعد كده بدخل بالروتري الفاينل شيبينج فايلز بتاعتي مره واحده. طيب انا هنا هعمل ايه؟ لا، انا هنا هقسم الموضوع. بمعنى صح، لو عندي فايل مكسور في كيرف مثلا، حلو؟ لا، انا هنا بقى طالما عندي كيرف، انت في الكيرف في الحالات العاديه بتحاول تعمل له كورونال فلارنج عشان تعرف تدخله. طب انت عندك فايل مكسور، حاول بقى تحترم الفايل ده اكتر شويه. فهتعمل ايه؟ عند الفايل المكسور ده هتقسمه على انه 2، فبالتالي انا هخلص خالص اول 2 مللي، بعد كده ادخل على ال 2 مللي اللي بعدهم. بمعنى يعني انا هدخل لغايه هنا اول 2 مللي، اعمل التكنيك بتاع 10 12 15 20، بعد كده جلايد باس روتري فايلز، كل ده انا فين؟ في ال 2 مللي اللي فوق، تمام؟ انا ما لمستش حاجه من ال 4 مللي، ال 2 مللي اللي تحت، انا كده لسه ما عدتش الفايل كومبليتلي اصلا.
تمام. فبالتالي نعمل ايه؟ بخلص خالص خالص. بص وصلت هنا لغايه 20 6 مثلا او 20 4 بعد كده بخش على الاثنين ملي اللي بعده. تمام؟ يعني بقسم الفايل عندي على ايه؟ على جزئين عشان اقدر اتعامل مع الفايل ان هو قبل الكيرف بتاعي او قبل ما اخش على الجزء الثاني اللي مكسور منه الفايل بدخل اعمل ايه؟ الفايل بدخل اعمل قصدي ايه؟ الكرونال فلارنج اللي احنا مطلوب مننا. فبالتالي بقسم الموضوع، بخلص الشيبينج كله، اوسع خالص لاول 2 ملي مكسور منهم الفايل او اول جزء مكسور منه الفايل، بعد كده بخش على الجزء الثاني اللي هو الفايلات فيه ايه؟ اللي هو الايبيكالي ليه بقى، اللي هو خلاص يعني ال2 ملي الاخرانيين او اخر 3 ملي مثلا دول هم اللي فاضلين. ممكن تعمل الموضوع ده لازم اقسمها على 2؟ لا، ما انت لو عندك مثلا لا قدر الله فايل مكسور 5 او 6 ملي مثلا وما عندكش ميكروسكوب، بس الحمد لله عرفت تجيب كاتش، ما تحاولش بقى تاخد الستة كلهم مره واحده، خد 2 وسعتهم، خد الاثنين اللي بعدهم، خد الاثنين اللي بعدهم. ده هيسهل عليك، لان خلي بالك انت مجرد ما خلصت اول 2 ملي دول لما هتيجي تدخل في اللي بعدهم هيبقى عندك اوريدي الفايلات داخله في باس واي معين، لانك انت اوريدي خلاص عملت كرييشن للباس واي. مجرد ما انت قدرت تعمل جلايد باس للفايلز خلاص الحاله هتبدا تخلص معاك، لان الفايل ساعتها بيبقى داخل في المكان اللي هو عارفه. في هنا تيب معينه واحده بس انا عايز اقولها لك، لما تيجي تدخل بالفايلات الروتري وانت داخل تعمل باي باس حاول بقدر الامكان تقلل تمام التورك. يعني مثلا لو انت بتشتغل بتورك مثلا 2 وسبيد 400 تمام، خلي السبيد زي ما هي 400 ولكن خلي التورك ساعتها 1. اوكي ليه؟ لان هنا ساعتها بسبب الاسترس اللي هيبقى ما بين فايل في فايل، خصوصا لو كان الفايل كمان اللي مكسور ده اوستيناتيك فايل في فايل، انت هنا عرضة كبيرة جدا ان هنا يحصل ايه؟ سايكليك فتيج بالفايل، لان هنا انت بتعرض بقى الفايل اللي انت مدخله ده لستريسز عالية جدا. فين؟ في الكنال، لان هو بيخبط في ايه؟ في ميتل، فبالتالي بيبقى الموضوع صعب جدا عليه. وكمان هو ممكن لو الفايل ده مسك في الفلوتس بتاعت الفايل اللي هو اللي مكسور اوريدي تمام، ده برضو ممكن يعمل لك تورشنال فتيج. فانت حاول تقلل الروتري تورك بتاعك على قد ما تقدر، ولازم تبقى شغال او تي ار، لازم تبقى شغال او تي ار او اي تي ار او اي تي سي، يعني لازم تبقى شغال، ما ينفعش ولا تبقى شغال بموشن اللي هو على طول كونتينوس تمام، وعلى ان هو لو انت اشتغلت بالموشن ده هو مش هيترجم، هو هيفضل يلف، لو لقى ستريسز عاليه هو هيلف، هيبقى اسهل له هو مترجم هنا ساعتها انه يكسر. انما في الاو تي ار ايه اللي هيحصل؟ وهو هيجي يلف هيلاقي التورك مثلا انت حاطه 1 على الروتري، كاتب على التورك 1 حلو، اول ما الفايل هيلاقي ان التورك عنده 1 هيقوم قايل ايه؟ لا ده التورك ده مش كده عالي قوي، انا هلف الناحيه الثانيه اعمل ديس انجيجمنت عشان ايه؟ اقدر اكمل معاك. تمام؟ تمام. اخر حاجه تكنيك في الباي باس بتاعنا هو المانيولز. المانيولز ده ادفانسد جدا، ما انصحكش تعمله لو انت مش بتعرف تعمل الاثنين اللي قبلهم اللي هم سواء الجراديوال او جراديوال مانيول، ولكن انا بس عشان في ناس كتير بتعمله وانا بصراحه بعمله كتير. هل ده بيتعمل ودوبل؟ اه دوبل. بريدكتبل؟ لا مش بريدكتبل، يعني احنا ما نقدرش نعتمد عليه في الديلي براكتس بتاعنا. ليه كرايتيريا معينه هو اللي نقدر على اساسها نبدا نحددها. ايه الكرايتيريا دي؟ اولا لو انت هنا شايف بعينك او شايف باللوبس او شايف بالميكروسكوب انك انت قادر تشوف الانر وول وتدخل فيها فايل روتري وتدخلها بعد كده تركب عليها الروتري، ده انت ساعتها ممكن تشتغل مانوس. لو انت برضو هنا عندك جلايد باس اوريدي وعندك فايلات وعارف تجيب كاتش ومعاك الروتري تقدر تشتغل بي او تي ار شبه الموريتا او شبه الاي اي بتاع وود بيكر او حاجه من الحاجات دي كلها، ممكن تعملها.
طيب الحاجه الثالثه، لو انا برضو جايب كاتش وجايب الكاتش عرفت اجيبها من الانر وول بفايل زي الار 25، حلو، طالما عرفت اجيبها ومن جبتها من الار 25 اقدر ساعتها اشتغل ريسبروكيشن. اقدر. تمام تمام. ايه الاو تي ار ده برضو او ايه الاي تي سي؟ الاو تي ار ده اوبتيمم تورك ريدكشن. يعني ايه اوبتيمم تورك ريدكشن؟ مش فاهم يا دكتور. انا اقول لك، بص يا سيدي، انت بتجيب جهاز الروتري بتاعك، حلو كده، تظبط سبيد مثلا خلينا نقول 500، اوكي اوكي، وبتظبط تورك بتاعك مثلا 2، كويس كويس. بعد كده انت بتدخل الفايل اهو، بتدخله جوه الكنال، حلو كده، الفايل بيبدا يلف، حلو، فايل اول ما بيبدا يحس بستريس، تمام، الفايل هنا بالبلدي كده حاسس بستريس 2 تورك، يعني التورك اللي واقف على الفايل هنا 2، حلو، والفايل بيلف. عشان ما يتكسرش او ما يحصلوش انوايننج، الفايل بيعمل ايه؟ بيقول لك لا انا معشق هنا جامد قوي، انا هلف الناحيه الثانيه عشان افك نفسي، بعد كده بارجع الف تاني. هو ده الاو تي ار، وهوريك دايجرام دلوقتي بيلف ازاي او بيتعمل ازاي. ثانيه واحده، اوكي. بص يا صديقي، ده الاو تي ار او الاي تي سي، تمام. الاي تي سي والاو تي ار يعني تقريبا هما نفس الحاجه. بص يا سيدي، بص ركز هنا، انا مثلا التورك هنا اللي متحمل صفر، يعني هنا تقريبا ما فيهاش تورك، يعني الفايل ده ما لهوش تورك، حلو. خلينا نقول التورك اللي متحمل على الفايل، شايف اللي هي تحت السنان دي، ده اللي مكتوب عليها تورك، دي اللي مكتوب عليها تورك دي يا جماعه، هو كده ده القياس اللي بيبقى جوه، يعني انت ما بتتحكمش فيه. هو هنا كده الروتري ده هيقول لك هنا، هو كده قاري ان الفايل عليه ستريس او عليه تورك قد ايه، تمام، او لود قد ايه. طول ما هو ما لهوش لود هو بيلف عادي جدا على كونتينوس موشن زي ما انتم شايفين في الدياجرام اللي على الشمال. اول ما التورك بيعلى زي ما انتم شايفين كده، بصوا هيعمل ايه، هيلف الناحيه الثانيه. ليه بقى؟ عشان يقلل الاسترس. بصوا تاني، طول ما مفيش تورك هو بيلف عادي جدا، بيلف عادي كونتينوس روت، كونتينوس في دوائر عادي جدا، حلو. اول ما التورك بيعلى عليه بيقوم ايه، لفه في الناحيه الثانيه، يقوم مقلل شويه الاسترسز اللي عليه، ويقوم بعد كده ايه، مكمل. عايز اعرف بس الحته دي مفهومه ولا لا، حته الاو تي ار والاي تي سي دي مفهومه ولا لا. لو في حاجه برضو قول لي يا دكتور محمود. في حد مش فاهم يا دكتوره؟ دكتور احمد بيقول تنصح ادور على الكاتش بدي فايندر ولا سي فايل؟ دي فايندر طبعا. دكتوره فاطمه بتقول تمام، خلاص تمام يا دكتور. طيب الريسبروكيشن في عجاله كده، عشان برضو هوريكم بيها فيديو صغير برضو، عشان حتى اللي ما فهمهاش في من الاول لما جينا اتكلمنا عليها، هي الريسبروكيشن بتبقى بالظبط. The instrument alternates between clockwise and counterclockwise rotation. بالظبط كده، هي بتمشي ازاي؟ Due to the fact that the rotation in the cutting direction is larger than the reverse rotation, the instrument advances towards the apex. خدت بالك؟ يعني فايل بيعمل ايه بالظبط؟ الفايل بيمشي، ثانية واحدة، بص الفايل بيعمل ايه؟ الفايل بيمشي بانجل 120 اهو، بصوا الانجل بيمشي ويرجع حتة ويقوم مكمل تاني. الحركة دي بتخلي ايه اللي بيحصل؟ ان هو مجرد ما يعمل انجيج، يمشي ال 120 دول يعمل لهم انجيجمنت وهوب يقوم راجع تاني عشان يعمل ديس انجيجمنت، هوب 120 ويعمل ديس انجيجمنت.
الفكره دي بتعمل ايه؟ الفكره دي بتقلل الاستريس جدا 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 على الفايل. الفكره دي بتخلي ان الفايل طول ما هو ماشي، يعني اقول لك على حاجه، الاو تي ار فكرته ان هو يفضل ماشي كده 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 كده، اول ما يبقى يلاقي ستريس تمام يقوم لافف الناحيه الثانيه. طيب الريسبروكيشن، لا الريسبروكيشن بيقول لك لا يا عم انا من الاول خالص انا هقعد الف وارجع الف وارجع، هاخد وقت اطول شويه مش مشكله بس خليني في الامان. وخلي بالك عندك فايل بتحاول تعديه مانيولس، عندك كيرفت كانال، عندك كالسيفيكيشن، عندك اي حاجه من الحاجات اللي هي الاستريس بوينت فيها عاليه، امن موشن تقدر تمشي عليها هي الريسبروكيشن. يعني انا هقول لك على حاجه، ودي يعني حبايبنا في امتياز ولو اي حد كمان بيحابب يجيب روتري تمام. بص لو انت بتجيب روتري تمام، حاجتين لازم تبقى متاكد ان هم موجودين في الروتري، الريسبروكيتنج موشن والاو تي ار او الاي تي سي. لو الاثنين دول مش موجودين في الروتري يبقى الروتري بتاعك ده ما ينفعش تجيبه. اوكي الكونتينيوس هو ده الفكره العاديه خالص، ان هو الفايل بيفضل ماشي عادي جدا ولا كان في اي حاجه، هو مش هيقف، هو مش هيقف غير لو انت وقفته. ودي اسرع واحده ودي اكتر واحده. وخلي بالك هل هي معنى كده ان الكونتينيوس وحش؟ لا الكونتينيوس مش وحش، لكن الكونتينيوس مسه الوحيده هو اكتر عيبه الوحيد، قصدي ان هو اكتر واحد عرضه للكسر او الكلام ده كله، ولكن مسه اللي هو بتبقى موجوده فكرة الكونتينيوس، ان الكونتينيوس اكتر واحد بيضمن لك انك انت بتوسع بالعرض او انك انت بتقدر تاكل وتلمس كل الوولز عشان تقدر تعمل ايه، تنظف الروت كانال بتاعك كويس. طيب في حاجة من الاتنين دول انت لازم تبقى عارفينها برضه، الفايلات فيها حاجتين، في حاجة اسمها روتري دريفن وحاجة اسمها فايل دريفن. يعني ايه روتري دريفن ويعني ايه فايل دريفن؟ الروتري دريفن دي هي عادي جدا، انت حاطط الفايل في الروتري زي ما معظمنا كلنا بيعمل، يعني الفايل في الروتري وبتدخل بالكنال وتعمل تمام، ده الروتري دريبل. طيب ايه بقى الفايل دريفن؟ الفايل دريفن هو لا، ان انا بجيب الفايل بدخله بعد كده جايب الروتري واعمل ايه ومنزل عليه. حلو انا شفت هنا بس سؤال الاول حلو هنا من دكتوره رنا تمام، حضرتك قلت لنا ان احسن موشن للريسبروكيشن هي 30 30، وهو كده فعلا من هيجي على مش هيجي على الدنتاينل واللز كلها وليه. حلو طيب بص يا دكتوره انا مش فاهم اخر جزء ده يعني من السؤال، بس هقول لك برضو على حسب ما انا من دوق ما انا فهمت يعني. طيب انا قلت لحضرتك احسن موشن للريسبروكيشن هي 30 30، ده حقيقي بس بالعربي، ده حقيقي في ايه بقى؟ في المانيوال فايلز تمام. محمد ايه هي اخر كلمه دي؟ الدنتاينال وولز، بس هي كاتباها بالعربي بس. ما هو كده فعلا مش هيجي على الدنتاينال وولز كلها. لا ما انا هقول لك يا دكتوره، بص يا دكتوره بص يا دكتوره، هو احسن موشن للريسبروكيشن 30 30 هي دي امن موشن للريسبروكيشن تمام تمام، ودي بنستخدمها فين؟ في المانيوال فايلز، دي امن واحده في المانيوال فايلز تمام. طيب ايه ميزتها تمام؟ او هي طالما هي يعني مش هلمس الدنتاينال وولز كلها، طب انا بعملها ليه؟ طيب احنا بنستخدم الموشن دي ريسيبروكيتنج هاند بيس دي ليه؟ عشان اعمل جلايد باس لو عندي فايل مكسور او عندي كيرف فيري كيرفد كانال مثلا، فبحاول ادخل بيها برضو بحاجه مضمونه عشان كده بدخل بيها تمام. خليكي معايا يا دكتور تمام. الحاجتين دول هي اللي مهمة فيهم، انا هنا مش بستخدمها في شيبينج، يعني انا كل ده يعني انا هنا ما استخدمتهمش عشان الشيبينج، يعني انا ما عملتش الريسبروكيشن موشن هنا عشان اعمل شيبينج، انا استخدمتها ليه؟ عشان اوصل لاخر الكنال. حلو يعني انا هنا بعمل الريسبروكيشن موشن ليه؟ عشان اوصل لاخر الكنال. حلو انما في اللي هي الموشن بتاعت ال 150 30، وال 30 30 ده طبعا زي ما انت قلت يا دكتور هو عمره ما هيوصل، ما هعمل الكنال كلها. طيب الفكره بقى هنا
طب ليه بعمل اللي هي 150 30؟ لو حضرتك فاكره كلامي في الاول، لو حضرتك كنت مشرفانا في الاول برضو في اللايف، او احنا قلنا ايه، احنا بنعمل ال 150 30 على اساس ايه؟ بص يا دكتور، هو الفايل بيمشي كده 150 150 هوب يقوم راجع 30، يبقى كده هو نظف قد ايه؟ 120. فهو احنا قلنا ايه، الفايل لازم يقف عند نفس البوينت لمده 3 سايكلز عشان اضمن انه نظف 360 ونظف كل الولز. معايا يا دكتوره؟ بمعنى تاني ال 30 30 هل هي هتضمن لي ان انا هلمس كل الولز؟ الاجابه لا. تمام تمام. طيب هل ال 30 30 أأمن واحدة خصوصا مع reciprocating manual hand piece files؟ آه. طيب هل أنا طالما مش هعمل بيها ومش هوصل لغاية الآخر هستخدمها في إيه؟ هقول لحضرتك بنرجع نستخدمها تاني، أنا عايز هنا أوصل للآخر الجلايد باس، إنما الشيبينج هو اللي أنا هعتمد عليه على 150 30، ولازم عند آخر بوينت أنا وصلت لها، عند آخر بوينت أنا وصلت لها اخلي الفايل يعمل 3 سايكلز عشان ابقى ضامن ان هو عمل ايه، لمس الولز كلها، وان هو عمل 360 يعني عمل كده 150 30 ادي كده 120 في 120 في 120. حاجه برضو كمان، لو انا عرفت اعمل كده واوريدي عملت الجلايد باس وخلصت هنا، انا ممكن اعمل ايه هنا؟ انا ممكن اجيب الفايل بتاعي عادي جدا وما اشتغلش بقى الريسبروكيشن، ما انا كده كده خلاص الدنيا عندي واسعه وموسع الدنيا وعملت الجلايد باس بتاعي، اجيب الفايل الكونتينوس امشي عليه عشان اضمن ان انا مشيت اول اوفر ذا وولز، لان زي ما قلنا برضو من دقيقتين الكونتينوس هو اكتر واحد بيضمن لك انك انت كلت شويه من الوولز او انك انت لمست كل الوولز، هو اكتر واحد بيقطع. تمام تمام. لو فهمت يا دكتور، لو تمام يا دكتور محمود قول لي. تمام يا دكتور. يا دكتور انا قريت تمام فهمت. تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي هنرجع نتكلم فيها هي الروتري دريفن والفايل دريفن. ايه الروتري دريفن والفايل دريفن؟ الفايل دريفن دي باختصار برضو اللي هي تي سي اي. تمام. الروتري دريفن ده اللي هو اللي احنا بنعمله كلنا، اللي هو بندخل الفايل الروتري في الروتري وبعد كده بندخل بيه جوه الكنال. ايه الفايل دريفن دي او التي سي اي؟ دي ان احنا بندخل الفايل في الكاتش بعد كده اقوم مركب عليه الروتري. يعني انا هدخل الفايل في الكاتش اوريدي بعد كده اعمل ايه؟ اركب عليه الروتري. طب دي بتضمن لي ايه؟ دي بتضمن لي ان انا اولا طالما دخلت الفايل الاول بايدي يبقى انا ضمنت ان الفايل دخل في المكان اللي انا عايزه. تمام. سواء بقى ده وانا بعمل في الحركه دي بتنفعني كتير جدا لو انا مثلا بعمل في سبليت، او بتنفعني كتير جدا لو انا شغال مثلا بعمل في هنا زي الباي باس، بتنفع جدا جدا واكتر كمان في اللاج. لما باجي مثلا انا عندي لاج فاقوم مدخل الفايل ادخله الاول جوه المكان، ما ادخلوش في اللاج، اتاكد ان انا مدخله جوه الكنال، بعد كده اقوم مركب عليه ايه؟ الروتري. اوكي. فدي مهمه جدا، دي اسمها ايه؟ تي سي اي او تاكتايل كنترول اكتيفيشن. طيب هنا برضو معانا كام حاله كده، دي حالة كسرت مني فايل فينا. بصوا شايف الفايل يا دكتورة اللي مكسور؟ ثانية هنا. الفايل اتكسر مني هنا في الكيرف. بص يا دكتورة هتلاقيه في الميزي هنا اهو. الفايل ده لما جيت اعديه لازم اعديه بالطريقه اللي هي العاديه شويه، اللي هي الجراديوال مانوال، اللي هو ايه؟ فاكر لما قلنا ان احنا لازم نعمل نحترم الكيرف بتاعنا، فلازم اعمل له كورونال فلارنج الاول، بعد كده ادخل بايه؟ بالفايلات المانوال بتاعتي. حلو. اوسع اول 2 3 مللي، بعد كده ادخل تاني اوسع وادخل تاني، ولما هتوسع اول مثلا 2 مللي لغايه 20 تيبر 2، لما تيجي تدخل بالفايل ال10 الفايل ال10 هينزل اكتر لوحده. ليه؟ لان هو دلوقتي الفايل ال10 مجرد ما هو نزل هو بقى عارف السكه اللي هو نازل فيها،
لان انت اوريدي موسع له، فهنقدر نعمل الاوبتيريشن بالمنظر ده. اهم حاجة هنا ايه؟ اهم حاجة هنا ان انت تحاول بقدر الامكان ان الكاتش بتاعك هنا لازم يبقى من الانر وول، لانك انت لو عملت الكاتش بتاعك هنا من اي حتة غير الانر وول هتعمل ستريب برفوريشن لا محالة. تمام؟ تمام. طيب بص بقى الحالة دي يا دكتورة، بص يا جماعة الحالة دي في فايل هنا اتكسر، حلو، هي متحولة لي على الحالة دي على الفايل ده. بس انا لما بص خدنا البري اوبرتيف اكس راي، وعشان كده بنقول البري تريتمنت ايفالويشن ده مهم جدا. انا لما خدت هنا الاكس راي لقيت ان في فايل مكسور هنا، ولكن هو في باس واي لكنال تانية اصلا، يعني في باس واي لكنال. طب هو ايه الفايل فين، ولا هو ايه المشكلة، ولا احنا هنعمل ايه المفروض؟ طيب انا هنا اللي عملته ايه، انا هنا مجرد من انا، وبعدين انا اقول لك حاجة، هل الطبيعي ان مكان بتاع البورتل اوف اكزيت بتاع الكنال مكان الفايل ده، ولا مكان من اللي انا مشاور عليه بال يعني الارو التاني اللي انا مشاور عليه عند الايبكس ده؟ الطبيعي ان هو يبقى مكان الارو اللي انا مشاور عليه عند الايبكس، انما الفايل التاني اللي هو مكسور بالعرض ده هو ده مش الطبيعي. ولكن هل هي ممكن تبقى لاتر بورتل اوف اكزيت؟ ممكن جدا. طيب هنعمل ايه؟ اولا الفايل ده يعني انا بصراحه اي دونت ريكومند ان انت تحاول ان انت تطلعه لو انت مش شايفه، وانا بصراحه هنا ما كنتش شايفه خالص. طيب انا عملت ايه؟ انا دخلت ما عملتش اي حاجه، دخلت بالفايل حاولت اعمل باي باس ما عرفتش قوي، نظفت كويس، بعد كده تنيت الفايل بتاعي عملت له بندنج مش بري كيرفنج. طب يعني ايه بس يا دكتوره بندنج مش بري كيرفنج؟ هقول لك. البري كيرفنج ان الفايل يبقى هنا كده، انت بتعمله كده، ده البري كيرفنج. تمام. طيب البندنج، البندنج ان هو الفايل كده، انت بتعمل الفايل كده، تخلي الفايل كده. شايفين 90 ديجري تقريبا، يعني فايل بيبقى كده كده بالظبط. انما البري كيرفنج ان انت بتخلي مثلا الفايل كده، انما البندنج لا، انا بخلي الفايل متني كده بالظبط، بندد. ليه بقى؟ عشان اضمن ان هو البندنج ده ان هو هيخش لي في كاتش، الحته دي لازم تخش لي في حته في كاتش. وهنا مجرد ان انا عرفت، بس مجرد ان انا امسكها، انا هبدا هنا اعتمد على الايريجيشن بتاعي وهنضف كويس قوي ونشوف النتيجه. اهو نظفنا، سيلر دخل كله هنا، جتبركة كمان دخلت هنا، انا بنقفل هنا، الاحسن طبعا يعني انك انت تقفل بوارم فيرتيكال كومباكشن في حالات شبه دي. تمام. عملنا فولو اب الحمد لله، تقريبا بدا يحصل هيلينج كويس قوي قوي قوي، ولقينا التو بورتل اوف اكزيت موجودين. طيب دي حاله برضو جات لنا رادكس، فايل مكسور ايبيكال ثيرد، عايزه العيانه عايزه هنا نتعامل نطلع الفايل، قلت لها لا، يعني موضوع ان انا اطلع الفايل ده هنا حسيت ان هو هيبقى ريسك كبير شويه، مش ريسك هي تطلع، بس هو كمان ايه، احنا نقدر نعمل له باي باس، وهنا الباي باس اسهل كتير قوي من الريتريف. حلو. عملنا ايه؟ دخلنا بنحاول نجيب الكاتش بتاعنا، لقينا ان احنا الكاتش بتاعنا سهل، قمت جايب الجلايد باس روتري فايلز، لان انا هنا بص بعد ما عملت زوم هنا لقيت ان انا اصلا خلاص انا قريب جدا من الايبكس، وان لو اقدر اجيب كاتش هنا من ناحيه الاوتر وول كمان هنا حتى سهل، انك انت لو جبت من الاوتر وول مش هيحصل اي مشكله، لان انت خلاص ما بينك وما بين الايبكس اللي انت عايز توصل لها مفيش ملي ونص 2 ملي، فلو عملت حتى جبتها من الاوتر وول الفايل مش هيلحق يعمل لك اي نوع من انواع الاستريبنج. بس بص لما وصلنا للمرحله دي لقينا اهو الفايل اهو معدي، قدرنا نعمل هنا باي باس. بص الجتابركه هنا معديه منين؟ اهي الجتابركه تقريبا معديه من الاوتر وول. عملنا اوبتوريشن والحال الحمد لله ما فيهاش مشكله. هل هنا انا ابدا اتضايق واقول
بس انا كده عملته من الاوتر وول. طيب اعمله من الاوتر وول، بس انت في كرايتيريا معينه لازم تبقى عارفها لو انت ناوي تعمل من الاوتر وول، او ان انت اضطريت تعمل من الاوتر وول. يعني انت جبت كاتش وجبت كاتش ووصلت لغايه الايبكس، لقيت نفسك من الاوتر وول، تقول لا انا هرجع تاني اجيبها من الانر وول؟ لا، ما انت خلاص، ما انت اوريدي جبت الكاتش. وبعد ما جبت الكاتش انت المسافه اللي ما بين الفايل وما بين الايبكس عندك حوالي ملي ونص او 2 ملي. الملي ونص دول هل الفايل هيلحق يعمل فيهم ستريبنج؟ صعب جدا، صعب جدا. فبالتالي انت مجرد ان انت مشيت شويه فيها خلاص، واهو ادي الفايل اهو معدي من جنب الجاتابيركا، قصدي معديها من جنب الفايل بالظبط، وكل حاجه ماشيه تمام. طيب بصوا بقى، دي ان شاء الله يعني من اواخر الحالات اللي معانا. حلو، الحاله دي فيها ثلاث فايلات مكسورين. حلو، كانال ستريت، لور سنتر. الحاله دي انا بقول لك قرار انك انت تعمل لها باي باس ده قرار غلط مش صح، ولكن قرار ان انا اطلعها بالنهارده كنت اعمل لها ريتريفل، هل هي كان يتعمل لها ريتريفل؟ يتعمل لها ريتريفل جدا. طيب ما عملتلهاش ريتريفل ليه؟ انا هنا كان موقف، ما يعني موقف كلنا يعني بنتعرض له. ده كان راجل عنده 87 سنه، تمام. انا كنت بحط بركب الرابر دايما عشان احط الميكروسكوب، اركب يعني اشتغل بالميكروسكوب. فالراجل راح بيقول لي لا ده بيطلع سخونيه، راح جاب الميكروسكوب بايده يعني عمل الميكروسكوب بايده كده، ويعني راجل عنده 87 سنه يعني لا ينفع تقول له يعني تتكلم، مش هتعرف تتكلم معاه قوي يعني، تمام. فانا خلاص انا اتحطيت، انا لازم اعملها ايه، وانا لازم اعملها، فانا اضطريت ان انا اعملها. فهنا دول ثلاث فايلات مكسورين، المنطقي انك انت تعمل ايه؟ تطلعهم، خصوصا ان هم في ستريت كانال لور سنترال، توسع من فوقها كويس قوي. انا هخش ضربتين التراسونيك بعد كده بالبي دي ار، هتخش تشيل ثلاثه، الموضوع مش مستاهل، تمام، بيس اوف كيك. ولكن هو قرر ان هو يعمل ايه؟ قرر ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل الميكروسكوب الحركه دي يعني بصراحه. فانا اضطريت ان انا اعمل الباي باس يعني، تمام. طيب عملنا باي باس ازاي؟ انا عملت باي باس مانيولس. حلو، طب يعني ايه عملنا باي باس مانيولس؟ انا هقول لك، الكنال دي ستريت، حلو، غالبا 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 صعب جدا يحصل فيها ستريبنج. حلو، انا رمت ادخل فيها الفايل ال 25 تبر 6، دخلت لقيت ان هو ماسك في اول 2 3 مللي، وطيت التورك، اشتغلت او تي ار واحده واحده، طلعت اشتغلت ريسبروكيشن واحده واحده، قعدت ابدل ما بين الاو تي ار والريسبروكيشن. وانس ان انا بدات ابدل ما بين الاو تي ار والريسبروكيشن، وصلت للمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض هنا ده. وانس ان انا وصلت للمنظر اللي احنا شايفينه بالمنظر هنا ده، خلاص انا تقريبا هنا الحاله تقريبا خلصت معايا. خدنا مقاس ماستر كون اوبتيوريشن، الحاله خلصت، تمام. طيب انا هنا ليه بعمل ميكس ما بين الاو تي ار والريسبروكيشن؟ انا اقول لحضرتك، انا بعمل هنا ميكس ما بين الاو تي ار والريسبروكيشن لسبب واحد بس. احنا قلنا الريسبروكيشن امن، اوكي، بس الاو تي ار احنا قلنا ان هو عباره عن كونتينوس، يعني بيوسع لي اكتر، اوكي، وفي نفس الوقت مجرد ما التورك يزيد قوي عليه او يزيد على الرقم اللي انا كاتبه على الروتري مثلا اللي هو 2 او 1 التورك، بيقوم لا يبدا يلف في الناحيه الثانيه. فلما يبدا يلف في الناحيه الثانيه انا هبقى ضامن برضو ان انا هنا مش هيحصل معايا سيبريشن ثاني، فبالتالي انا وسعت اكتر عشان الفايل اللي يدخل بعد منه، تمام، يقدر ينزل ديبر اكتر، خصوصا ان انا هنا بنتكلم في ان انا بعمل باي باس لحوالي 7 8 مللي. حلو، ان انا اقدر اعمل ده وبرضه بجيب الريسبروكيشن لان انا عارف ان ده امن بكتير قوي. حلو، الريسبروكيشن كموشن يا شباب هي امن موشن، تمام، في الشيبينج كله، في الشيبينج تكنيكس كله هي امن واحده، اوكي. لا خلعت عشان عنده لا يا راجل ما خلعتش ولا حاجه. لا طيب اخر حاله ان شاء الله معانا، غالبا يعني دي اخر حاله باذن الله. طيب الحاله دي بصوا يا دكاتره، يعني تقريبا فيها ملخص المحاضره اللي بيننا وبين بعض. حلو،
طيب الحاله دي جات لي بالمنظر ده، انا مش عارف انا هنعمل ايه. ها في فايلين مكسورين والاثنين مكسورين ديستل، فايل هنا فوق ابر في الكرونل والثانيه في اللور، والثانيه قصدي في الايبيكال سيرد، ومتحوله ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب الفايل اللي فوق ده يطلع ولا يتعمل له باي باس؟ يطلع. الفايل اللي تحت يتعمل له باي باس. تمام. ليه؟ الفايل اللي فوق ده انت هتبقى شايفه حجمه مش كبير قوي، حوالي 3 او 4 ملي، يعني كل حاجه كل الكرايتيريا بتقول ان هو اسهل ان هو يطلع. تمام. الفايل اللي تحت يطلع ولا يتعمل له باي باس؟ انا هنا اصلا كنت ممكن افكر ان انا اطلعه. طب ليه انا عملت له باي باس؟ هنعرف. حتى لو وهقول لك ليه هنعرف. بص يا سيدي، حتى لو انت واخد قرار ان انت هتعمل ريتريفر، اوكي، يعني انا هنعتبر دلوقتي انت خدت قرار ان انت كده كده هتعمل ريتريفر، حتى لو انت واخد قرار انك هتعمل ريتريفر لازم تجيب الفايل بتاعك ال10 او ال15 ايا كان، وتبدا تعمل نيجوشيشن للكنال. لازم تشوف الفايل ده فين، بقى له قد ايه. لان اقول لك على حاجه برضو، انت ممكن جدا وانت داخل تعمل الفايل ده تدخل بيه، وانت داخل تلاقي ان الفايل ده دخل في كيرفيتشر وطالع منك بشكل مختلف، مع ان الكنال مثلا ستريت. طب ده معناه ايه؟ ممكن يبقى فيه باكل كيرفيتشر او لينجول الحمد لله، باكل كيرفيتشر او لينجول كيرفيتشر، وده عمرك ما هتدتكته في الاكس راي، هيبقى صعب جدا تدتكته في الاكس راي. ممكن تدتكته في 3 دي بس صعب جدا تدتكته في 2 دي. طيب عملنا ايه هنا؟ زي ما قلنا طلعنا الفايل الاولاني ده خالص، بعد كده دخلنا قلنا نشوف ايه الاخبار، لقينا ان الفايل اهو انا متعدي الفايل، شايفين مكسور هنا، وانا الفايل بتاعي داخل وداخل من الانر وول. طب خلاص انا كده محتاج ان انا اعديه؟ لا. طيب الفايل ده لو انا كنت اخدت قرار ان انا لازم اطلعه، الفايل ده عمره ما كان هيطلع. طب ليه يا دكتور؟ ما هو انت شايفه موسع من جنبه والكلام تمام وكل حاجه كويس، ليه مقرر ان انت عمرك ما كنت هتطلعه ولا عمره كان هينفع يطلع؟ لا انا اقول لك على حاجه، ولا انا ولا غيري كان ممكن نطلع الفايل ده، كان هيبقى صعب جدا. طيب ليه؟ انا هقول لك. انا وانا بحاول اعمل باي باس الفايل ده، حلو، الفايل ده انا عملت باي باس بسرعه جدا، يعني مجرد ما فيش، لدرجه ان انا شكيت في نفسي وشكيت في الايبكس لوكيتر، لا ازاي انا يعني ما بقاليش دقيقتين. بص المنظر بقى اللي بعده ده، الجاتابيركا هنا كرينكل كمان، يعني خلاص كنت خلصت والجاتابيركا بس بدات تتانى. طيب انا مجرد ما الاقي المنظر ده تمام، لا احنا هنا بقى محتاجين نفهم ايه المشكله. خد اكس راي من زاويه ثانيه كده، بس بص بقى على الزاويه دي، بص بقى على الزاويه دي. الزاويه دي يا دكتور محمود لو حضرتك معانا هتلاقي ان هو الفايل ده اتكسر من الدكتور فين؟ الفايل ده اتكسر في ازمس. انا كم التنتين اللي انت هتشيله عشان تحاول تطلع الفايل ده كبير قوي، ممكن جدا ما يطلعش، كتير جدا كتير جدا. وليه بقى الباي باس كان سهل؟ لان هو الفايل اللي مكسور 3 4 ملي، ولكن حقيقه الامر الجزء اللي انت بتحاول تعمل له باي باس ما يكملش نص ملي، يعني الجزء اللي جوه المين كانال ما يكملش نص ملي، فهو يا دوبك دخل جوه الازمس. بعد ما دخل جوه الازمس دي يا جماعه اللي هي ما بين التو روتس، يعني هي ما بين الميزيو باكل مثلا الديستو باكل والديستو لينجول، هو دخل في حته ما بينهم في النص دي، دي عامه حاجه نادره جدا انها تتكسر هناك يعني. تمام. هو مجرد ما هو كسر ده فبقى اللي طالع من جوه الكنال حوالي نص ملي او ملي. فمجرد ما انا عملت ده عدينا. انا بس عايز اوريك بقى الاوبتريشن من الزاويه الثانيه، بص بقى كده. بص كده، بص بقى الاخرانيه دي كمان هتبين اكتر. انت متخيل كم الدنتين اللي كنت هتحاول تشيله عشان تطلع؟ كتير قوي، تقريبا مستحيل. كتير قوي،
يعني ولو حتى شلته ما كان هيبقى بلا جدوى، ممكن يبقى فيها سكندري فراكشر بنسبه كبيره برضه. وحتى لو انت عملت كده كان ايه الجدوى بانك انت تشيله؟ انت عندك السكه سالكه لغايه المين كانال، فانت مش محتاج تشيل. دي هي بس. وبعد ما خلصنا هنا دي اخر تقريبا حاله. بصوا ده كان فايل تافه بصراحه قوي. بصوا هنا في الديستل فايل صغير جدا. الفايل ده عامه الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى خطر فيه، الوحيده يعني، تمام، هو ان هو انت لو ما حافظتش على الايبك الجاوج بتاعك الفايل ده، عامه انت مجرد ما تدخل اي حاجه هتعدي يعني. المشكله بس في الفايل ده ان انت لو ما حافظتش على الايبك الجاوج بتاعك الفايل ده هيقوم ايه؟ معدي. معدي. لو عدى ان انت كده بتسلم العيان للمناعه بتاعته. فانا مجرد ما انا باخد الاكس راي لقيت ان انا هنا معدي. لما لقيت ان انا هنا معدي قلت لا، يبقى انا لازم اقلل الشيبنج بتاعي شويه. وسبحان الله بعد كده وانا بنضف، انا لو خدنا بالنا ماستر كون هنا، ماستر كون هنا شورت شويه، لان انا حسيت ان انا الحته دي انا اعتمد عليها ان الاريجيشن ينضفها، بس بلاش فايلات، لان لو فايلات ممكن الفايلات تعمل ايه؟ تعدي الفايل المكسور. خلي ده. وانا سبحان الله وانا بعمل اريجيشن لقيت ايه؟ الفايل ده مش موجود اساسا. الفايل ده طلع. بس كده اوبتيريشن. وده يا شباب الاكونت بتاع الفيسبوك وده اكونت الانستجرام. لو في اي حاجه حتى بعد وقت المحاضره تقدروا تسالوني في اي وقت يعني تحت امركم. وبشكرك جدا 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 يا دكتور محمود على المؤتمر الجميل ده وعلى استضافتك لينا يعني. اشكرك جدا جدا وان شاء الله ما تبقاش اخر مره يا رب العالمين. الشكر ليك، وان شاء الله تبقى موجود معانا في كل ايفنت في رمضان ان شاء الله لما نكرره ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. محاضره ولا اروع، حاجه جميله قوي. الله يخليك ربنا عليها. وشكرا جدا ليك، وحتى الدكاتره بتشكرك. بتقول لك شكرا جدا دكتور شرح ولا اروع، وباقي الدكاتره بيقول العلم نور. الله يعزك يا رب. الله يعزك يا رب. محاضره والله جميله قوي 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 يعني. تسلم عليها حبيبي، ربنا يخليك يا رب. وان شاء الله نكرره. وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك، وشرفتنا. والله انا مبسوط برضو ان انا اتعرفت على حضرتك يعني، يعني والله حاجه جميله برضو. وانا بشكرك جدا جدا يعني يا دكتور محمود. الله يخليك يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين يا دكاتره، رمضان كريم عليكم. انا هنزل دلوقتي لينكين، لينك السؤال اللي دكتور محمد ساله حضرتك هتجاوب عليه، هيبقى فيه هديه يوميه هنعلن عنها بكره، واللينك بتاع التسجيل للمحاضره، الناس اللي حضرت المحاضره عشان خاطر الشهاده بتاعت المؤتمر هتبقى بنسبه حضور، لازم تكون حضرت 60% من المحاضرات. فانا نزلت دلوقتي في الكومنت، هستاذنكم بس الكومنت اللي لسه نازل ده بتاعي اعملوا عليه لايك او اي حاجه كده بحيث ان هو يظهر للناس، لان في ناس بعد المحاضره كتير بيبعت يقول لي يا دكتور فين لينك الفورم، لينك الفورم، وانا اقول له ان هو في الكومنتات ويقول لي مش لاقيه. فعشان بس الكومنت ايه يبقى ظاهر اكتر يعني. و بشكرك جدا يا دكتور محمد، ورمضان كريم عليك، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وانتم طيبين يا دكاتره، وتصبحوا على خير. شكرا دكتور. شكرا يا دكتور. مع السلامه. لو في